ديانا، ونقول صباح الخير لأهل الخير، صباح الطاقة الإيجابية، وصباحكم أنا. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الورد، يسعد صباحكم حبايبي. صباح الخير، صباح الورد، صباحك فل. صباح البراد، برد. اي برد، اي والله هل علينا البرد. يلا خلينا نشوف البرد شوية. لا قاعد يأذينا. يأذينا؟ أنا عوار، ظهري ذبحني. الله يخلي الملابس والدواء والدفة. اي والله الدواء هذا مرض. الدواء أمس سويت دواء كذي بالحوش يا معترف رفيجاتي، سويت شي شاي على فحم وشاي لومي، عرفت شلون؟ وقاعدين وشحالاتنا كنا الوقت. بالعافية. يلا ان شاء الله كل ايامك حلوة يا رب. يا رب يا رب. يسعد صباحكم يا رب، ان شاء الله يومنا ويومكم حلو، ما في غير الطاقة الإيجابية والأخبار الحلوة، ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. آمين يا رب. حكمة اليوم بتقول: الكثير من الحقيقة خلف كلمة كنت أمزح، الكثير من الغيرة خلف كلمة لا عادي، الكثير من المشاعر خلف كلمة لا أهتم، الكثير من المعرفة خلف كلمة لا أعلم، الكثير من الألم خلف كلمة حصل خير، الكثير من العتب خلف كلمة أنا بخير. دائما هناك كلام آخر خلف الذي نقوله. أكثر وحدة استفزتني الصراحة اللي هي أول وحدة، الكثير من الحقيقة خلف كلمة كنت أمزح. أمزح. هاي أكثر شيء موجودة، ما بدي أقول عند البنات الصراحة لأنه حتى هلأ الشباب صاروا نفس الشيء. تلقيح الكلام هاد والتلطيش بيكون بجمعة، إذا أنا في مثلا موضوع بقلبي هيك بيكون يغلي، اي عم يغلي، بصير بدي لطش على الشخص وبعدين بعملها جد بمزح، باسلوب جد بمزح يعني. بالضبط. اني انا ما عم قلطش وبعدين لا تكوني زعلتي انا عم بمزح مثلا. صح 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 صح. هذا انا اول كلمه، اي كلمه، اول كلمه رمزخت بمخي انه هيك اتغش. والله كنت اتغشمر معك. لا ما في غشمره، ما في غشمره، بين الكلام اللي يجرح والحاد يبين. سبحان الله. غشمره اوكي، انت غشمر صح، أو كلمة تبي تقولها إيه وخشتها بقلبها تحوس، أيوة خشتها فصار المزح كذي وقطتها. أيوة قطتها أساساً، هو مو مكانها ولا وقتها، وأنت رايحة بضحك ووناسة ويعني أنا قاعد نمزح مع بعض كذي، فسبحان الله لما تنقط الكلمة هذه عليك يمكن بنفس الوقت ما تأخذينها بعين الاعتبار. ليش؟ لأن صدمة مستوعب فيها. أي فإحنا قاعد نتقشمر، فقالت الكلمة هذه هي قصدها فيها أو تبي تعبر أو تبي تقول، وقالتها مكان مو وقت. أحياناً ما تقدرين تردين عليها بنفس الوقت لأن ما راح تقلبينها حرب، عرفت شلون؟ فتقعدين تفكرين فيها، بعدين لما مثلاً تدقين عليها تكلمينها أنت قلتي كذي كان قصدك؟ لا والله ما كان قصدي، قاعد نمسح. مثلاً حتى المسح ما كان يعني وقته، مو وقته، وأساساً يعني الكلمة أو اللي قالتها نشاز يعني ما له شغل، يعني بالشيء اللي إحنا قاعد نسوي اللي أنت قلتي له ما له شغل، عرفت شلون؟ بس هي لقيتها فرصة. أنا أحس الجبناء يسوون كذي. صح. الإنسان الجبان اللي ما عنده شخصية، اللي يخاف، الغيران، نفس الوقت حقير طبعاً، أو الغيران اللي يكون محتار. أنا أتكلم عن الرجل والأمرأة نفس الوقت، يعني ما أخص واحد. يقولها بصورة مزح علشان لا تأخذ بعين الاعتبار وتريد عليه. صح. ومنشوفها هاي أكتر شيء بين الأصدقاء والصديقات. أبداً ما بشوف هاي البنت بتكون صديقة فعلاً حقيقية، لأنه هي الصديقة ما بتضحك الناس عليك، بتستنى ليصير الجمعة وبتصير تستخف دم قدام العالم. فالصديقة ما بتضحك العالم عليك، بالعكس يعني بتكون سيفة بظهرك، ما بترضى حدا يحكي حتى وانت موجوده وانت مو موجوده. اللي عم يحكي عليكي كانه عم يحكي عليها هي، بتدافع عنك نفس الدفاع. بس شوفي لين المسح احيانا، شوفي انا اسويها عند رفيجاتي ويضحكون مثلا ابي اقلد وحده مثلا، أيه. واحنا قدامها ما احب اقول من وراها ولا شيء. احنا ساعات مثلا نلعب جنجفه اوكي، وتطلبين طلب. اي مثلا عندي رفيجتي دائما تطلب كذي، لان عارفه اقلد الاصوات وعارفه اقلد الضحكه وعارفه اقلد المشيه، فشو تسوي؟ يلا قلدينا مثلا فلانه،
ضحكت فلانه فاضحك ضحكت فلانه ويكون قدامها فبالعكس نضحك في اشياء هذيله انا احس انها عاديه بس في اشياء اللي ما لازم تنقال قدام الكل طبعا وانا اي اقولها قدام احرج رفيجتي او احرج صديقتي او احرج حتى اختي او جارتي قدام الناس واضحك الناس عليه مثلا في مثلا بينها وبين زوجها في شيء اوكي بصوره مزح او ضحك او ابو غشمر يا ما ادري روحي انت خروفه رايلك او انت ما ادري شنو رايلك فاحرجها او انت فيك خير مثلا تقدرين على خالتك او اختك ولا شيء فطلع شيء هي ما تبي تطلعه ما تبي تقول حق كل الناس واضحك الناس هني هذه الكارثه الكبرى صح هي كارثه كبيره صح معك حق شوفي تلقيح الكلام كلنا تعرضنا له اوكي انتوا عملتوها مع حدا بصراحه شوفي انت تدرين فيني لين انا انسانه صريحه اي وانسانه ما اخاف يعني خلاص الكلمه اللي بقلبي او احد اقولها يعني عرفتي شلون عمري ما سويتها اذا في شيء اقولها عرفتي شلون انه ما اعرف صراحه اللي غشمره واطلع الكلمه هذه هذا انا ما اعرفها استغرب من العالم شلون تقدر تطلعها في وقت او في استغلاليه وقت احنا نقول قدام انا والله استغرب منها هذيل الناس اللي صدق يخلوني الف مش دار اسلوبك ما داري لانه مو اسلوبي يعني شلون قدرت او احنا قاعد مستانسين يعني الانسان لما يكون مستانس بين يمعه وناسه وشاي وضحك وقاعد نسولف نلعب جنجفه فاطلع القي اللي بقلبي يعني شلون تقدرين يعني شلون ان حركتي مشاعر الخبث اللي عندك يعني المفروض هني المشاعر تكون خلاص مسالمة صح أيه. ولا لا صح. فانت شلون استغليت الفرصه وطلعتي الحقد اللي بقلبك اثناء احنا الضحك والوناسه صح انا ما اقدر صراحه هذا مو اسلوبي صح انت شايف لا ولا مره لا ما قاعد افكر يمكن طنجة بس ما كله اقول حرام يعني انه ما عيب عشان لا حد يعيب علي كل هذا بمخي يعني انا صغيره حتى لو اتبعوا هالاسلوب معك اي عادي عادي يعني كيفهم براحتهم اي كيفهم براحتهم يعني ما يعيب الا المعيوب هذا معروف صح فاخذت عيب براحته لان هي العيب فيها فانا يعيب له وايد عيبوا علي يعني في اشياء انه ك يعني هدوئي كذي في وايد قاعد يطنجون يعيبون لا انت عادي انا هذا انا طبيعتي شو اسوي يعني ما اقدر اغيرها ما اقدر والله اصير يعني ما اقدر اصير عصبيه على طول ما اقدر اوكي كلها مبتسمه كلها اضحك بس ما اقدر يعني ما ادري ما في شيء بقلبي يعني اخلي حق انسان شخص حتى لو متكلم عليه وادري ان هالشخص متكلم علي الله يسامحه يعني للامانه اقول الله يسامحه شو اسوي؟ شنو اقول؟ شنو بيدي؟ والله اروح اتهاوش معه او اقول لها انت ليش معيبه علي؟ بالعكس هذا يعني دليل انه طغت عليك طغت عليك انه والله فرضت ان الشغله هذه لا انا ما يهمني دونت كير يعني خلاص بس الحين احنا الناس يعني مو مثاليين صراحه اي مو مثاليين اي عندنا من اللي يغضب عندنا من اللي يحتار عندنا من اللي ينفعل عندنا من يعني سبحان الله مهما دارينا مشاعرنا مهما دارينا الغضب اللي داخلنا لابد يوم من الايام ننفجر لابد يوم من الايام تطلع كلمه يمكن صدق حتى ما كانت اسلوبنا ولا كانت هذه حياتنا فمن كثر الغضب ومن كثر الزعل ومن كثر الضغط اللي احنا فيه سبحان الله ننفعل لا تقولي لي والله نوصل مرحله ننفعل بتشوفي انا قلت انا ما راح اقول حق الشخص نفسه للأمانة أنا عندي مثل خواتي أنا قلت لكم مرة كل واحدة أقول لها الشغلة مثل متضايقة من رفيجة كذي كذي قالت شو أسوي ماذا خليها الهام خلي الله يسامحها يعني حتى خواتي المشكلة من نفسي يعني فخليها ما يخالف وكذي في أخت ثانية تقول لا ردي عليها لا فأنا خلاص أطنش يعني إنه خلاص طنشيها أو مثلا متضايقة من أخت أروح أقول حق أخت ثانية إنه أنا قطت عليه كلمة ما خليها الله يسامحها تقول لها ردي عليها اقول لا الله يسامحها خلاص انا مع صباح نحن بني ادمين وعندنا طاقه الصراحه وانا مع التفريغ اول باول لانه الانفجار هذا اللي بده يصير بالاخير بيطلع فيكي أسوأ ما فيكي وبيطلع اسلوب مش اسلوبك وخلينا نقول سوري تربيه مش تربيتك صح اوقات مشان هيك انا بحب اول باول فرغ وانا مع انه هاي النوعيه من العالم لازم تتادب لازم تتأدب يعني لازم تهابك تخاف منك تعرف انك انت ما بتسكتي ما تحس مثلا الناس اللي
مثل عيب وانا اسكت عنهم اسكت عنهم اسكت. لا طبعا ما بتحس، بيصير يحس انه الواحد سقفه واطي الصراحه. لما الواحد بيسكت لهم هدول العالم بيحسوا انه هالبني ادم سقفه واطي، مو مشكله بيتحمل، ما رح يرد، ضعيف شخصيه، رح يصيروا هيك. حتى اذا سقف واطي على قولتك هم يستقلون. ليش قلت لك ان هذول الناس جبنه، هذول الناس خوافه، هذول الناس ما عندهم شخصيه، هم اساسا استغلاليين في هذا الوضع. صح، عرفت شلون؟ تاخذ حيله وتاخذ شيء اللي تبي في طريقه المزح او في طريقه الغش، مو صريحه، مو صريحه، مو عرفتي؟ فهذه اي اسلوبها، هي تربت، بنت نفسها، كونت نفسها على هالاساس. صحيح كلام. والله العظيم، وهذه تشوفينها في مع الكل كذي، يعني مو بس معك انت او معي انا ولا مع الاخت، لا مع الكل، لان هذا اسلوبها. خلاص هي كونت نفسها ان انا اخذ حالي وقت اللي انا ابي، عرفت شلون؟ صح، لو عندها شجاعه مثل ما قالت صباح، الشغله اللي مضايقتها بتقولها بساعتها، بتواجه هي جبانه لانه ما عندها مواجهه. صحيح. فبتصير تلقح بالمزح. فانا عم اقول لك هدول الشخصيات انا كيف مثلا باسلوبي انا كيف بقدمهم، اذا كانت في جمعه وفعلا لقحت كلام، اول شيء بيجيها باسلوبها، بلقح كلمه وبضحك، خليها تشوف انه هي ما استفزتني، بلقح لها الكلمه نفسها بالموضوع اللي بضايقها هي وبضحك. لو رجعت عادتها مره ثانيه، وما بظن تعيدها لانها جبانه، لو رجعت عادتها مره ثانيه بخلي كلامي واضح وصريح معها، بقول لها انت قصدك هيك هيك يعني، لانه وبرجع بفهمها، لا الموضوع صار 1 2 3، اذا عندك شيء احكي بكل وضوح. بالضبط، فبكون واضحه كمان، بقول لها احكي بكل وضوح اذا عندك شيء، يعني الناس مو اغبياء كمان. صح، الناس رح تفهم من نبره الصوت، من التون. هذا ايه، انا بقول لك من الوي، تعابير وي، اكيد يبين اني ضايقت منها او شغله، بس انه ارد عليها ما احب انا تلاسن. صح، كلش ما احب، وخصوصا بيمعه، وخصوصا إيه؟ يكون اذا كنتي انت بيتك ويمك، يعني انت عازمه رفيجاتك وحدث هالشيء هذا، انت ما تقدري تردين لان انت على ارضك وبيتك. صح، واذا بيت الناس ثانيه هم ما تقدرين تنفعلين، لان راح تخترب الطلعه، فانت في الحالتين انت ما تقدرين، عرفت شلون؟ انا الناس اللي كذي صراحه والله يلين، الناس اللي كذي وما اقدر ويقطون علي كلام مثلا، وخصوصا هم يدرون فيني انا مثلا الملسونه اللي اجاوبها، عرفت شلون؟ فاللي اشوفها كذي وانحرج اطلعها من حياتي. أي. لو كانت لو اطفري اشيله واقطه والله العظيم، لان ما اقدر اتحمل انا كذي. طبعا لا، صح، لا انا ما اعزمها ولا شيء، لا ماني مجبوره، اذا هي موجوده بالعزيمه لا والله موجوده. حتى ان كانت شفتي اختي ان كانت اختي، يقول انا لا الاخت ما اقدر اهرب منها، لا اهرب منها، شنو اهرب؟ ما اخليها تقعد الجمعة اللي انا اقعد فيها. حبيبتي عندك شيء قولي بيتنا، قولي لي بالتليفون، قولي، بس ان تروحين قدام الناس تقعدين تلطشين علي انا ما راح اسمح لك. لا مو اسلوب ابدا، اي ولا منطق. فانا اقدر اعرف اقدفهم ان اطلعهم من حياتي، لاني انا ما اقدر اواجه ناس كذي صراحه. صح. ولو اختك فعلا هي اللي عملت فيك هالموقف، انت فعلا مضطره تسكتي، مضطره انك لا تلقحي كلام، ومضطره انك فعلا تسكتي، لانه انتم ما راح تطلعوا مثل ما بيقولوا بلويكم قدام العالم. صح. خلص يعني مضطرة أنك أنت تسكتي أو تداركي الموضوع، أو مثلاً نظرة منك تفهم هي أنه لازم خلص تسد الموضوع وتسد تمه، لأنه ما رح تقدري أنت، يعني إذا هي عملت هيك أنت ما رح تجي كمان تفرجي مشاكلكم للعالم، بالنهاية الناس بتشمت، فشلة أصلاً. إيه أنتوا بتمشوا بتصيروا حديث البلد وحديث الساعة. قوية أساساً تصير عندها هذول أيون الحين يخربون القاعدة، أو يخربون. صح. مثلاً العرس، أو يخرب ساعات في ناس تطلع بلاويها بالعرس، زين ايش ذنبي انا مثلا متكلفه في عرس مثلا ومسويه وبوفيه وعازمه العالم، انت تطلعين بلاويك ويا ما صارت، يا ما صار مره اتذكر بدي اقول لك لي لنا موقف حضرتي، كلنا حاضرين مواقف بالعرس اكيد. اي وايد اكيد. مره اتذكر انعزمت بعرس، والعرس جدا ضخم كان، والبنات كاشخين من الى انزين، وناس وبوفي وما شاء الله وتبارك، يعني العرس على متكلفين. اي حيل، والبنات كاشخين كذي، فيعني باقي نقول مثلا حق البوفيه، هم تدرين اخر شيء البوفيه مثلا يقولك البوفيه مفتوح تفضلي على ساعه مثلا 10 10 ونص على حسب، فلا باقي شويه اشو ان العروس كانت مصوره ومخلصه وكذي، عرفت شلون؟ ما نسمع إلا هوشة بنات، أم والله أخناء أخناء. إي وأنا قاعدة أصور، كنت أصور كذي، أسمع شي صراخ
وتعرفين لما تكون دي جي وكذي لو يعني تشوفين صراع، كان اطالع كذي ولا اشوف الاكستنشن قاعد يتحذف من الصوب، هذه خامطه اكستنشن هذا من شعرها بر، وهذه قلت والله الصاله صارت كلها شعر. أبا الحين تعالي استوعبي صباح ان هذا اكستنشن. انت فكرتي شعر؟ لا شعر وروس تقصصت لان ما شاء الله حشوات حشوات وكذي، فتطيح على الارض تشوفينه كذي مع شعر. والصراخ والارسخ ترى والمعرس إيه اخذ عروسته وطار فيها يعيب الشوم، وام المعرس قامت تلطم وتبكي، يعني والله العظيم كارثه الكوارث كانت. عاد بتوجع شده الشعر مع السبراي اي تخيلي ودبابي مع الحشو وكذي وماشات ويعني شنو استفادوا من هالشيء؟ اي والشعر كذي طلع شعرها بوي اللي طلع حاطه اكستنشن اشقر وشعرها اسود، يعني فضايح الامه طلعت طلع خلاص فضحوا حالها. والباجي تعالي شوفي بعضهم قاعد يتفاتشون يفكون البنات وكذي، والباجي قاعدين بس يضحكون. انا على الناس بس قاعده بس اضحك اول شيء ماني مستوعبه، بعدين زين ليش ولا شنو؟ هم اخوات هم في رجال بالموضوع ولا اكيد هل العرس والعروس؟ هو ابو متزوج اثنينه، فعيال هذيلة مع عيال هذيلة بينهم شيء، يعني في رجال بالموضوع. طلعوا اخذوا ترات امهم. زين ليش خربتوا عرس البنية؟ هذا كله يصير صح العروسي هم انا عرس يعني هذا صدق عيب. انا بدال ام المعرس اخلي ثاني يوم اروح وخليهم يطلعون كل الفلوس اللي انا قطيتهم. انا بقلعهم برا العرس الصراحه، الناس ما راحت البوفيه والله يلا وناس يعني عليها القيمه. احنا نقول اللي اخذت جنطتها يا عمي خلى فيك عمري والله بس فش. لا عيب حوش طشاق. انا انا تخيلي هالخناقه تطلع فيديو العرس تخيل. والله فش تكسرونها لاخر يوم. حضرنا بالعرس كل شيء والله، حضرنا المعرس تعال اخذ عروستك حرام. يعني حرام احس والله خربوا عرسهم على الفاضي، فرحه البنت خربها. يعني وايد تصير ترى كذي وايد والله. انا ما حضرت هيك خناقه شط شعر مرة مع رجال صارت، بس يعني كانوا بعاد عن النسوان يعني ايه بتصير يعني جايل تخرب هيك بتصير اوقات، بس مع البنات خناقة هيك لا. بس حضرت مجاكرات، شفتي مثلا والله العظيم كنت فكر شوف هالشغلات بس بالمسلسلات. شفتي مسلسلات باب الحارة كيف مثلا واحدة بتمر تتطلع بالثانية هيك تقعد ترقص قدامها بتستفزها او ترقص تطق وتقطعها تخبط او تدس ذي الفستان. هدول كلهم حضرتهم انا بالعرس، كلهم حضرتهم شايفتهم لايف فعلا. باب الحارة كان موجود بالعرس يومه، بس انه لا والطاولات مواجه بعض كانت، عرفتي؟ الطاولات مواجه بعض، اشكر عم يتوتوتوا على بعض وعيونهم بعيون بعض وكل وحده ماسكه بنت الثانيه وقاعده عم تحكي. فكان العرس كله مو على العروس عم يطلعوا، عم يطلعوا على هالطاولتين اللي قبال بعض. يعني وايد فشة والله العظيم، كثير عيب هيك. لا 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 انا عندي الضرب بعد اهون من هيك. لا طب عم تحضري مسلسل انت طول حرب الثالثه الاهليه. مره عرس بس ما صارت هوشه الحمد لله، بس انه صار انه تاج قوي يعني انه يدشت وحده طبعا يمكن نص ساعه بالضبط نص ساعه العرس. بس سمعنا كلام الله يسامحه يعني وكل شيء وصل. طلعي انا انطرش برا، طلعي انا انطرش برا، هذا واحد من ربع. اي والله انطرش برا. اي فطلعت شباب مو بنات فطلعوا شراك يعني هذا متزوجي انت ماخذه ريل هذا، بس كلامهم كان بالعرس فطلعوهم. للأمانة ما صار شيء لا هوشة ولا شيء، بس تلاسل بالكلام فطلعوهم اثنينهم برا والطفل على قولتهم برا. بس أنا والله لو في دم بيني وبين وحدة وشفتها بالعرس إني لا بقرب عليها بالعرس، ما أشوفها بدي أخذ حقي باخذ حقي برا، بس هاي قلة ذوق. أنا أقعد خرب فرحة العالم يعني ما بصير. مو إذا أنا منكدي علي وحدة بالعرس بس إجا عبالي يتحل. أقولها بس قاعد تبطل جايبتها صباح ما بخور زعفران قاعدة طايب هو بخور وزعفران وشنو قاعدة جايبتها صباح وما كفيت اشتهيت هلا خليني أكملها موجودة هناك. ومرة حضرت هوشة مو قادرة أنساها من سنين، هذا مو قادرة أنساها لأن شفت شيء يخرب. طبعا هوش الشباب هذيل الله يستر عليهم. كنا معرض واحد شال غاز وحذفه، شفت السلندر غاز حذفه على شخص، بس احنا تجي نشوف التحادي هذا مو قادره انساها مو قادره بطل غاز اي والله هذا السلندر.
فهذا اللي مو قادر انساها. اكيد فاضي كان، لا ثقيل ما ادري شيله وايد ثقيل. لا بيعيل يشيلونه عادي. فتعرفين اللي مو قادر انسى الشغله شلون حذفه اللي خذيته عياله بسرعه وانه طلعت على قولتهم اركض مو حاسب نفسي لانه صارت سكه قويه. اي عشان مواضيع الغاز بتزلل العقل صباح. انا بسوريا حضرت لك موقف بعيد عن هاي الشغلات كلها. لكم قصة هالرجال بالأول. أنا من محافظة السويدة، الشام بتبعد عن السويدة تقريباً 3 أرباع الساعة هلأ مع الحواجز وهيك. 3 أرباع الساعة من غير حواجز نص ساعة بتصلي قبل الأحداث يعني. المهم لما صارت الأحداث بالشام وهيك في ناس كتير أجت قعدت عنا بسويدة، لأن السويدة طول الأحداث تقريباً ما صار فيها شيء، هلأ السنوات الأخيرة عم بيصير فيها. فأجى رجال شامي قعد من وقت صارت الأحداث، فتح محله حلو، عنده محل فلافل، أطيب فلافل بتدوقيها عنده، كتير فلافله طيبة. فالفلافل تبعه اسمه أحلى زلمة، اسم المحل تبعه أحلى زلمة. فكل ما يشوف ناس ماشية بالشارع والله غير يدوقك الساندويش، غير يعمل لك ساندويش ويدوقك، وإذا شافك عم تطلع على المحل غير يناديلك يطعميك. طبعاً كله فور فري، نفسه حلوة نفسه حلوة. فهذا الرجال شوفي هالقصتين اللي صاروا السنة، يعني هو كان المنقذ. فمره رايح ابن عمي عم بجيب لنا سندويشات من عنده، قال له انت ليش اسم محلك احلى زلمه؟ يعني حلو النكنيم اللي عامله، ملفت للنظر. مرته متوفيه، وعلى قد ما كان كتير منيح مع مرته هو، كان ضلت تقول له والله انت احلى زلمه، والله انت احلى زلمه، يعني مرضت اخر فتره وهو يساعده، وهو تقول له انت ما في مثلك، انت احلى زلمه. توفت مرته وفتح المحل وسماه فلافل احلى زلمه. عرفتي؟ فكنا قاعدين نحن بكافيه وهو محله هون، قطعت شارع بالضبط محله هون بتشوفيه تماما مثل هون والكاميرا. حلو. ونحن بالكافيه فتحت قنينة الغاز، طبعا بتعرفي الكافيهات فيها أرجيل وفيها فحم. بلا. لا تشوفي كيف نط على قنينة الغاز كلها وسكرها بإيده. هو صدق أحلى زلمة عن جد، أحلى زلمة هو. نط على قنينة الغاز وسك، ما بعرف كيف سك، يعني عرض حياته للخطر. إيه. عرفتي؟ مشوار تاني كمان قاعدين بنفس الكافيه نحن. ويفتلك واحد يمكن كان بده يفجر حاله. ويمسكه من ورا، يمسكه هو من ورا هيك، يعني يمسكه منيح مشان ما يعمل شيء، ما يكبس شيء او ما يزت شيء. زت مثل هيك يعني قنبله وما انفتحت معه على الاخير، وهداك مسكه من ورا. صار يصرخ على العالم دقوا على الشرطه دقوا على الشرطه، لقشتوا الشرطه. مسكوه واخذوها لهي، خلص انفتحت نصها يعني لازم تنفجر. فجروها بمكان بعيد يعني مشان ما تأذي العالم. فعن جد شوفي قصته لهالرجال فعلا. مرته سمته احلى زلمه وهو احلى زلمه وخاطر بعمره. هذا حظه والله. شفتي محلى؟ ابداي 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 ابداي. زقرت على قولة ابو شهاب. زقرت شقردي زقرت. هذا عندنا زقرت. زقرت بتقولوها انتم كمان؟ احنا زقرت طبعا. زقرت اي نحن بنقول ابداي. وزقرت تقال حق الانسان اللي جنتلمان. اي زقرتي. اي الشقردي اللي هو شقردي يعني. شقردي رجل بمعنى الكلمة. يعني ايش عرفتي؟ رجل بمعنى الكلمة. رجل. اي شقردي. شقردي رجال بمعنى شقرداوي. احنا يسمونه شقرداوي. احنا شقردي. شقردي. شفت اكونت والله على السيرة، اكونت وحدة مسميه حالة شقردية. شقردية يعني. إيه أنا زلمة. سامعة هذا شقردية يعني زلمة. يعني مو زلمة هي يعني مرة. مرة 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 بنت أبوها. بنت أبوها. أنا بنت أبوي لو سمحتي. إيه لو سمحتي. بنت أمي أنا لو سمحتي. نكمل المحل لحد يغيره. لا يعني هي كلمة بنت أبوها أنت ماخذها من شنو؟ كلمة بنت أبوها إنه يعني بنت رجل. فاهمة علي؟ يعني أنا بنت أبوي، يعني أنا بنت رجل. بنت أبوي. عرفتي؟ كل البنات بنات ابوهم. لا بنت ابوي يعني قدها. قدها اي يعني كلمه على قولتهم بالمسمار باللوح. ايوه اي انا بنت تعرفي ابوي. هون بسمعها كثير هاي بنت ابوها. اي بنت ابوها بنت. نحن عندنا غير والرياش يقولوا لا اخو اخيته. اي أيوة. اخو اخته يعني. هاي اللي نحن بنحكيها اخو اخته يعني. يعني نحن عندنا او اخت او حتى البنات اخت رجال. اذا رجال وقت يصير حرب او شيء وبيطلع بطل بالحرب هاي بيقولوا مثلا وصل اخو فلانه. ايوه بسموه انه حتى اخته معروفه انه بافعاله يعني. فبيخلوه يفتخر باخته يعني. لان قبل كان يتناخون في اختهم وايد يعني. مثلا حتى اسماء الرجال كانوا يسمونهم في اسم اختهم. اي قبل قبل اي قبل احنا عندنا قبل حتى احنا بنقول ان عيال قريه كل ما نعرف خيه. هذا يعني عندنا امثال انه
نفتخر احنا بالام والاخت يعني كان الاخت انا وانا ام. اوكي هلا ما بيجيبوا سيره لا الام ولا الاخت ما بيحكوا اسمائهم لان قبل كانوا يتناخون فيهم يعني قبل اي كاسم لا يعني البنت كانت لها هي شرف اهلها كانت هي عمود الخيمه وعمود البيت لان الشرف يعني الاخوان او يتناخون باخوانهم من وراء شرف اختهم يعني البنت كانت قدعه صح تعرفت شلون؟ تبي للحين الاخوان يعني الخوات شرف اخوان للحين بس قبل كنظافه وكتربيتهم غير الحين طبعا الحين يعني البنات في بنات والله هم يقوون نفسهم بنفسهم ما شاء الله كمان ما عندهم اخوان تصرف كان اي وبعدين يكون ما عندهم اخوان ما شاء الله بمعنى الكلمه يعني عندك ما شاء الله صفا انا اعتبرها شاطر بمعنى الكلمه ما شاء الله بدون اخوان بس ابوه الله يحفظه صح ففعلا الخوات البنيه هي تكون نفسها هي اللي بالضبط توقف نفسها على رجلها قبل حتى قبل كانت الاخت هي تربي اخوها ترى اي صح الاخت مكان مقام الام يعني بمصر بيقولوا لها للاخت الكبيره يا ابله يا ابله حتى تركيا أبلة احنا هني ينادون اخواني كانوا ينادون اختي الكبيره كاكا 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 عندي اخوي كله ينادون انا اسمعي شو بينادوني بالبيت روحي على البيت اسمعي اخواتي شو بينادوني كاكا كاكا ايوه كان اخوي صغير ما شاء الله عليك يعني هي الاخت الكبيره بالكويت بين قال لك كان يقول لها كاكا اخت الكبيره كبيره لا بس مو كلمه يعني هي بس مو كلمه احنا كلمه الكبيره العوده العوده بكر بتشرنا نادية بتشرنا بس هاي لأنه كمان تذكرت كنت مرة عم قرأ رفيقتي شعر هي بتحب الشعر النبطي ونحن عنا بتراثنا الشعر النبطي فعم قرأ فقالت لي شلون يعني قايلين اسم أخته للهاي قلت لها إيه شو بك نحن عنا بيقولوا اسم الأخت قالت لي لا عيب ما بيصير قلت لها شلون عيب قلت لها شو اللي عيب قالت لي عيب قلت له والله هلا بتشوفي رح ناديلك بابا قلت له بابا عيب قال لي لا نحن عندنا بيفتخروا باسم الاخت مو الام اسم الاخت الاخت ايه فيعني مكتوب بال الام عيب عندهم يسمون يعني ايه الاخت ايه الاخت مثلا الأخت. بيحكوا مثلا وصلوا اخوات فلانه ايه اجوا اخوات عرفتي كيف فبيفتخروا فيهم الحين يستحون شوف الشباب الحين الشباب يستحون للامانه يعني انه يقولون اسم امها او اسم اختها يعني الحين انا سالت شو اللي تغير شيف انت برايك؟ الأم من زمان الأم من زمان بس الأم بيحكوا ليش إيه الأخت ليش تغيرت التربية الأمانة المفاهيم يعني تغيرت أي التربية من أين ناحية مثلا يعني مثلا في فئة مثل ما أنت ما تنق ما ت... أنت كريال على أختك أختك كبيرة وهو صغير يعني أنا أعرف عائلة كذي هو صغير أخته كبير أقول له أنا حين أحرمة أقول له شو اسم أختك ما يقول لي اسمها اقول له شو اسم اختك ما يرضى يقول عيب ما بقول لك شو اسم اختك اوكي انا بنيه يعني مو شو عيب خلاص ربوها على فيها شيء فيها دم فيها ما ايش دعوه ما سويت شيء يعني ما سويت شيء فما يقولون يعني في فئه ما تنقال يكونون مرسخين اهلهم مخهم ان عيب وهذا شرف وهذا ما هو اسم يعني اسم في ناس اوكي ما تنقال اسم الام على قولتش الام ما نقدر نقول اسمها يعني عيب حتى احنا مثلا شو اسم امك عيب يعني شو كنت تسليني شو اسم امك ليش كمان هاي الشغله شوفي ككون الحريم ما يقولون اسامي امهاتهم يعني سوري يعني في ناس تسوي لا سمح سحورة. الله سحور وتوالف صح فيخافون ان قال اسمهم الريال شرفه امه واخته اهله فما يقدر يقول اسم امه او اخته بس الحريم كل قاعد تصير البلاوي يعني من ليل الأسبوع اللي طاف شفته واحد شاف سحر على اسم ريال وأمه إيه صح فغلط غلط السحورة يعني بتنعمل باسم الأمهات فعلا إيه؟ أساساً بيقول لك المرء يوم القيامة بينادى باسم أمه مو باسم أبوه يعني إحنا بناخد لقب أبهاتنا بالحياة بس يوم القيامة رح نتنادى يعني صباح بنت فلانة صح مو صباح بنت فلانة ما يقولون صباح إيه؟ بالاسم أساس الأم عشان مشان هيك السحورة بتنعمل باسم الأم يقولك حتى هذا الرب تسوه يعني الحمد لله يعني نادى باسم الأم على أساس الولد لا سمح الله إذا كان مو زين أو شيء إن هذه أمه يعني لأن الأم عظيم. هي الصلب هي تحدد النسل سوري هي وهي تعرف إن هذا ولدها مثلا الأبو استخرى فيه يغالطون فيه مثلا يعني في أم فأيكون مثلا الشرف يعني شرف إن الأم الشرف مثلا إيه في شغلة إن الأم إيه هي الأم
الأبو ممكن يتغير عادي يعني الخافي أعظم يعني لا من لا سمع لا سمع لا لا يعني صفة لا صفة تكون الأم مثل زانية مثلا الله يربي في نادية بس أمها ليش عشان الولد أيوة عشان الولد ولد ولا البنت إيه انت باسم امك يعني الام ام وحده ما الام وحده بس الابو يعني هذا أبو في في لكم زوج بس فعلا انا مع هاي الشغله انا مع انه لا البنت ولا الولد يحكوا اسماء امهاتهم فعلا مشان مواضيع السحر والسحوره والاشياء اللي عم بتصير هاي الكتراني تصير تماما تماما ما في داعي اساسا الولد عيب اذا يعني استفزونه يقولوا له مو امك فلانه تشوفينه اي صح وده يذبح اي صح من وين يتسم امه كذي صح صح مع العلم كان قبل الاخت مش الام قبل على الحروب وكذي ريال هو يتناخى مثلا يقولوا له مثلا فلان انقتل او فلان صار فيه شيء هو يقول حق نفسه انا اخو صباح اي صح 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 مزبوط اي انا اخو صباح فاهم علي صح ما زالوا الشياب الكبار صح اذا صارت كارثة سبحان الله تلقائيا تطلع انا اخو فلانه صح انا يعني انا رجال فاهم علي صح كذي يلا عم بنطل خيي صدمتكم صح وانا اخت لين ولين عادي وانا لين صباح الخير لا صح شوفي في حين حتى مطاعم مثلا اخوان مريم عيال حمد اخوانها ففي في للامانه في اشياء ان سوينا دعايه حق مطعم اوكي في اشياء تقال باسم الاخت او الام في اشياء يفتخرون لهم فخر ان هذه امنا وهذه اختنا صح في اشياء يعني انا يقولكم عيال ما افتخرتوا فيني لا اكيد بيفتخرون فيك لا يفتخرون فيني الحمد لله انا عيالي يفتخرون يوقفكم يقولوا انا عيال الهام ما يصير ما عيال الهام لا لا ما يصير, ما يصير. أخو مثلا أخو الهام لا الحمد لله أخواني الحمد لله الأخو يتناخى فيها والأخت تتناخى بأخوها أي صح. طبعا والله قبل الحين أوكي أنا بنت أبوي بس قبل أنا أخت فلان فاهمة علي؟ لا طبعا الحين ليحين شوفي ليحين لا لا ليحين إحنا كأنتي مطبخة بنت أبوي ليش ما قلتي أنا بنت اخوي اخت اخوي بنت ابوي قلت لكم انا ليش سميته انا كل من يسالني ليش سميتي بنت ابوي للامانه ليه امس يا لي هالسؤال انا الحين اقول لكم يا بنت ابوي لان انا بنت ابوي ابوي لان يمكن توفى وانا بالغربه الله يرحمه كان الله يرحمه إيه كان ام كنت يعني انا اللي اطبخ شي فمستانس كان الاكلي الشغله جاب لي اياها هديه من زمان وحطيتها بالمطبخ قلت فقلت اسميه بنت ابوي هالشغله ان انا اسوي عليه الدورات شوله فكان جايب ليها من زمان هديه حقي وخشيتها وقلت بفتح المحل عشان هالشوله اني اسويها حقه شخصيا خلاص حقي ما حد يجيسها فسميته علشان انا يعني كنت ابوي كل شيء انا خلاص بسوي لي مطعم بسميه انا اخت عبد الله اخت عبد الله حلو اخت عبد الله انا اخت عبد الله بس احنا الحين للامانه اخواننا يعني اخوي خط احمر كل شيء ولا اخوي يعني حتى عيالي اقول كل شيء ولا خوالكم كل شيء ولا عمامكم يعني لا عم ولا خال هذيل باكر احنا مو دايم لكم هذيل راح يمكن يدومون طبعا غير وجه الله هو دايم بس ما تدرين منو وراي يا اخوي يا عمك فلازم لازم يعني الاخو والعم غير اكيد اكيد العم بمثابه الاب ايه أنا شوفي أولاد إخوالي مثلاً يعني كمان فيك تقولي ربياني معهم أولاد عمومي كمان ربياني معهم بس سبحان الله سبحان الله هاي ما بعرف كيف بتصير بحس حالي صوب عمومي أكتر أنا رايحة صوب عمومي أكتر البنت كذي ترى لا أنا رايحة صوب لا أنا كتير بسمع ناس بيقولوا خالاتي وإخوالي بنات يعني بس أنا رايحة صوب عمومي أكتر ما بعرف ليش بحس العم غير العمة غير الأولاد العم بنات العم غير مع أنه نعم فيهم أنا مو قصدي شيء أكيد أولاد أخوالي وخالاتي وخالي كتير مناح وبجنن وما في مثلهم وما في أحلى من القعدة معهم وكل شيء بس خلص بحس مربوطة أكتر بي يمكن ربيت معهم ربيت معهم وكمان كمان فيني أقول لك كمان أني ربيت مع أولاد أخوالي يعني أنا صح أنا بسوريا هنن بسوريا وأنا هون بس نحن فترة المدارس هاي اللي كانت كل سنة العطلة كانت 3 شهور وشوي نحن كنا نقعدها كلها هنيك كلها هنيك وعلى طول في تواصل بيت عمك أكثر تقعدين بيت خوالك أي الباب ممكن. على الباب لأنه أي شوفي بيت عمها يكون أكثر فمن شدة تقربها حق إحنا تقربنا حق
خوالنا احنا هني اكثر شيء، اكثر المجتمع الخالات والخوال، اكثر المجتمع انا ملاحظه اكثر شيء، كل يعني كل كل عائله خوالي وخالاتي، خوالي وخالاتي. انا بمجتمعي انا فعلا شفت الناس مثلي اكثر شيء. صدق العمام شوفي سبحان الله والله. شوفي بعد 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 انا هم اقول لكم على تربيه الام. احيانا الام شوفي الام تسحب الولد او البنت صوب الخوال اكثر اذا 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 انا احس كذي، اذا يعني عندها شويه تاتش تسحب وتخلي ميول اليهال على خوالهم اكثر من عمامهم. أنا أمي سوت فينا كذي، إحنا ميولنا أكثر شيء حق خوالنا لأن أمي يعني كان بينهم ما أدري شنو العالم الله يعني شنو، فكانت كل خوالكم أو مثلا تبي تاخذنا أو سفرة أو مثلا عطلة مدارس خوالنا، فأمي سحبتنا إحنا صوب خوالنا. عرفت شلون؟ أن إحنا وإحنا صغار كنا خالتي وخالي وخالي وخالتي وخالي. أوكي. بس بعدين لما كبرنا أنا عن نفسي أتكلم، ما لي شغل بخواتي واخواني، لما كبرت انا سحبت نفسي بصوب عمامي وعماتي. اي عرفتي لما شفت يعني اشياء تافهه اشياء حريميه اشياء ما ادري شنو، اهم شيء صله الرحم. اي ايوه اي، فانا سحبت نفسي والنعم خوالي وخالاتي ما عندي مشكله، بس انا اذا مثلا اطلع عندي يوم واحد تقولي لي وانت من تختارين اقول لك لا بروح اشوف عماتي. اي فاهمه علي؟ فميولي صار بس بعد ما كبرت، بس انا وصغيره امي صاحبتني صوب. ايه بنكبر ونفهم لما تكبر. ايه بنكبر يفهم. وامك كيف تعرفين حري وما شنو؟ لا والله انا جدري وما اعطتني جدري. ايه شوفي لا والله احنا انا معلمتهم جمعه طبخت الطبخه وحطيتها وقالت لي يعني اشياء تافهه جدر جدر امي موجود عندك. ايه جدري وما شنو اعطيتها جدر جديد قالت لي ايش دعوه؟ شو كان في نسوان خانقوا على الطنجره طبعا مطبخ عزيزه. شوفي طبعا ماعين جد جد اللي تطبخ كذي اهم شيء ماعين. اي بعد انا اي حد يجي ماعين يا ويلي جد معيني توب ويلا من حين لي باكر والله معيني هذيل مو شوي. انا مره عندي عامل كسر شغله من المحل لليوم، شوفي لي متى حين يمكن صار فوق السنه لليوم حاسبه انت كسرته، كل ما اروح اشوفه انكسر منك انكسر خلاص لا اي سنه والله يمكن صار له سنتين مسكين يا حرام 19 بس شوفي اكبر غلط فعلا هاي قطع صلة الرحم. يعني إذا الأم شايلة على العمات أو إذا مثلا الأم شايلة على سلفتها اللي هي بتكون مرت أخو زوجة تقطع صلة الرحم بين أولاد العم بين أولاد الخال، هاي كلها قطع صلة رحم. هو مو قطع، هو يعني جفا ما تحببهم فيه. جفا جفا بيصير جفا يصير. عرفتي فيا هاي ومع الأيام لما الواحد يكبر بده يحس بال... إيه؟ لما يحس بالجفا فعلا ما رح يوصل ال... لأنه ما عم بيحس في حنية بس هم يعتبر القطع قطع صلة الرحم يعتبر قطع يعني إيه؟ أنا حين لا تروح بيت عمك ليه بابا ليش تروح لا ماما ليه لا. شوف أنا للأمان أنا عيالي مثل إحنا كل اللي مع زوار عندنا اللي مع معروف، فأنا روح بيت خواتي أنا كشغلي ما أخلص يعني مثل أهل ريلي يتغدون بكر نوعهم أهلي لا متأخر، فأقول حق عيالي روحوا بيت عمكم خلصوا وبعدين تعالوا لنا، أو مثلا عندهم شغل لا ماما روحوا أنتوا هناك أسبوع إحنا أسبوع هما، وهم براحتهم هما كبار يعني مو ياهال اللي أنا بسحبهم قبل. أوكي قصبا عليكم أنتم مع أبوكم أسبوع أسبوع معاي هذا قصبا عليكم، ما تقولوا لي لا ما لا مريض صاحي قصبا عليك كبروا كيفهم ما أقدر أسحبهم يعني حتى مرات ما يجون معي أقول كيفكم ماما هذه صلة الرحم باكر تذكروني لما أقول لكم ماما روحوا بيت فلان وبيته باكر راح تذكرون هالكلمة باكر عيالكم راح يسوون بالضبط بالملي مثل ما سويتوا لي، فللأمانة شوي شوي يفهمون خلاص يعني. أي بس شوفي إحنا هم علينا على قولتك نحبب وما نخليه طبعا طبعا، بس هم الدور لهم هم مثلا سواء العمام او الخوال مو اليهال انا ما اتكلم اتكلم عمام. على العم او على الخال عرفتي؟ ما في عمام عمام او عمات لا في في عندهم جفا او ما عندهم جفا خلينا نكون واقعيين يعني ما في يعني مثلا يروح الياهل ما يعطي وي او يحب مثلا ولد اخته اكثر مثلا ولد اخوه عادي
مثلا ما يرحب. شوفي الياهل يحب احد يرحب فيه، صح. يحب احد يلعب معاه، يحب لما يدش مثلا على الاقل شوكليت بيده. الياهل كذي ترى، الياهل صح شنو؟ صح ترى هذا الياهل، صح. فيحبب الياهل بشنو؟ الحين مثلا اي احد عندهم ياهل، انت وداشه اختي اخذي له شي كت كات، قطعه كت كات كندر بيضه هذه، قدميها بوسي سبحان الله يقوم يحبك يفقدك، لانه الولد الصغير صباح ما عنده هاي المشاعر اللي عندنا اياها احنا، صح. هو بيحب اللي بيلعب معه بالضبط. يعني بتقول لك مين بتحبي اكثر مثلا، فلانه ولا فلانه؟ لا فلانه. ليش؟ لانه بتلعب معي، تلعب معه، ما بيفهم هو بعده. ايه ما يفهم انه يعني هذا لازم صله ترحم وهذا لازم. انا عندي رفيجتي تقول كل ما احب بعيالي في عمامهم صراحه لما اوديهم ايام الزواره ما يعطونهم مي حتى على الاكل، حتى الاكل مثلا هي ما تكون مثلا دوام او تروح مثلا بيتها تودي عيالها ولا شيء، ما ينادونهم. لما يرجع عيالها يرجعون يما مره ثانيه لا تودينا بيت يدي ولا بيت عمي ولا شيء ما ادري شنو، يلعبون تلاقين مع كل اليهال اللي مثلا بنت اخته، يخلي عيال اخوه مثلا، عرفت شلون؟ او مثلا اخته يخلي عيال اخوه ما ينادون مثلا تعالوا يباشرون ليال، يبي احد عشان شلون تحببينا، شلون تشوفي تسوين صله الرحم، شلون تحبين الياهل يحبك يجيك ما يقاطعك ما يقطع لك ما لازم احبب، مو اي مثلا حاله حال القنفه كلا ما كلا انا مالي شغل فيه، الياهل يكش مره ثانيه ما يروح. خلينا نطلع بريك ونرجع نكمل حلينا. عصبت عصبت كان طيب خاطرها. عودوا احمدوا ها سبوح احمدوا احمدوا واذكروا. يلا قولي لنا شو كنتي بدك تقولي. شوفي شفتي الملكات الكون؟ ايه الحين قاعد يسوون انه شو اسمه ملكات الكون، اخر مره كانت 2017 كنا، فالحين سووا في اسرائيل سووا ملكات الكون والله. فهي ايش من كل العالم طبعا بنيه، يقول لك واحده خطفت الانظار والقلوب، ما هي بحرينيه. بحرينيه طلعت. رفضت تلبس البكيني لان كل الملكات لازم يلبسوا الجوال، لازم يلبسون اللي هي قطعتين البكيني ويطلعون على الستيج ويعرضون يشوفونهم العالم كذي، بعدين على هالاساس هم يختارون على تفاصيل الجسم والشكل والطول والضعف وكذي. البنيه هذه رفضت وبشده وبقوه ان انا ما البس البكيني، لبست فستان اسود وطلعت، قلت خطفت الانظار والقلوب. هي ما راح تفوز طبعا، هم ما راح يفوزونها لان لازم تلبس على حسب البروتوكول الاشياء اللي لازم تلبسهم عشان الناس تشوف التفاصيل وتقاسيم الجسم. فوايد استانست انا صراحه لما شفت كذي، يعني للحين في ما زالوا في بنات. بس شو ماخذ على الملكات الجمال هناك؟ جميلة حلوة، حبت يعني تشارك بس ما تبي تلبس اللبس اللي هم يرفضون عليها. سبحان الله، أوكي أنا ما لا تفوزوني بس المهم أنا أطلع، المهم أترك بصمة في، وفعلا تركت بصمة يعني، عرفت شلون؟ والباقي لا الله يهدي. أنت تعرفي إني أنا ضد هاي المسابقات كلها، وانا انا بخبرك ليه؟ لانه الجمال ما في عنده معيار ولا مقاييس معينه، وذوقك مختلف عن ذوقي، صح. يمكن انا تعجبني وحده ما تعجبك، انت تشوفيها حلوه بس انت بتستحلي وحده اكثر، صح. فمش عدل اني انا مثلا خلي وحده ملكه جمال الكون مثلا لمده سنتين، او يعني هاي ما بعرف انا بشوفها مش مزبوطه الصراحه. اي وساعات شوفي هو مثل ما قلتي الناس اذواق، ساعات يختارون ملكة جمال، مثلاً نقول ملكة جمال لبنان، ملكة جمال إيران، ملكة جمال سوريا، على أي أساس أنت تحطها ملكة جمال مثلاً البلد كله؟ البلد كله، صح. ما في أحلى منها وايد طبعاً، وفي أشياء يعني على حسب، يعني في بنات وايد أجمل وايد أحلى كجسم كشكل ككل شيء مقايس، بس الناس ذي اللي عندهم عادات تقاليد ما تقدر تطلع طبعاً تعرض نفسها مثلاً على الشاشة أو تلبس لبس غير هيك. بعدين حطوا للجمال مقاييس، مثلا لازم خلينا نقول على سبيل المثال انا ما بعرف شو هو الطول المناسب، لازم الكتف، لازم طوله ما يكون اقل من خلينا نقول متر 70 على سبيل المثال. اي 75. طب بلكي انا ما بحب البنت اللي طولها متر 70 بالضبط. بلكي انا بلكي انا بحب البنت البتيت، بلكي انا ما بشوف انوثه بالبنت الطويله على سبيل المثال، انا عم بعطي امثله يعني مو ضروري يكون هيك. بس بلكي هيك. طيب انتوا حطيتوا مقاييس للجمال، طيب هاي المقاييس على فكره كل جيل وجيل عم تختلف،
طبعا. يعني قبل كانت الشفايف الرفيعه الصغيره المنمنمه هي مقاييس للجمال، هلا صارت البراطم الكبيره. صح، عرفتي؟ فما فينا نحن نقول انه لا اذا ما كانت عندها الطول الكذا وهالجسم الكذا وعظام الوجه الفلاني معناتها هي خلص. ممكن، شوفي ممكن تطلع حلوه، بس انت ما تقدر تحطها هذه كمقياس حق جمال مثلا دوله معينه. ايه دوله مره ما ادري قبل كم سنه حطوا ملكات جمال، ملكه جمال لبنان؟ لا مش لبنان، يا الله اوكرانيا او شيء كذي يعني غير الاوروبيين. يا الله تشوفينها كلش مو حلوه، مو حلوه ما فيها شيء. يعني تقول يعني ساعات احنا البنات لما تشوف وحده حلوه نقول واو، احنا بنات يعني. صح. فما بالك الرجال يعني عندهم نظره غير يعني. اكيد فكلش يعني لا يعني لا شكل، ممكن طول ممكن الجسم اوكي بس كشكل لا والله مو حلوه. وملكه جمال مثل البلد الفلاني الصين او اليابان او ايران او ما ادري شنو، انت مو عليك انت هاي مثلا لكل بلد، بس هاي ملكه جمال الكون. الكون هاي اللي انا ما فاتت على عقلي الصراحه يعني، يعني الكون كله هذه ملكة. على اي اساس انا ما ادري. طيب ما عم اقول لك ممكن يفوزوا وحده مثلا بشره بيضه، يمكن انا ما بحب البيض، ممكن العكس صحيح. عرفتي كيف؟ ما في، انا ما بشوف في معايير معينه للجمال للامانه. لا للامانه انا اوقات في شغلات بستحليها بالبنت او بالشاب كل الناس مثلا بتعرضني عليها، ما هو ما في معايير. وبعدين كم بنيه راح مثلا تشترك بهالمشاركه مثلا من كل ديره كم؟ انتم 10؟ طب فيها ملايين. لو اخر شيء بالوسطات عم بفوزوهم. اي طبعا عرفتي. غير هيك شوفي اخر ملكه جمال فازت بلبنان مفروض ما يفوزوها. لا. اما مو عربيه وسته ما بعرف شو اصولها، يعني حتى ما في عندها الاصول اللبنانيه بالضبط. فالمفروض هاي لا تكون فعلا ينتبهوا على هالموضوع، اذا فعلا بدهم يعملوا هيك مسابقات ينتبهوا انه تكون من الام ومن الاب ومن الست والجد كمان كله. اي هيك المفروض مثلا بيور مثلا. ايه بيور تكون. سوريا نفس، خلينا نقول نفس الممثله نديم نجيم. نادين تحس. اي نادين هذه كانت ملكه جمال يوم من الايام. ايه لبنان. لبنان مزبوط. قبل تشوفين صورها قبل والحين مع التجميل ومع ايش ومع ايش، حتى هي تقول هي البنيه تعترف تقول انا سويت تجميل. هاي قبل ما لها صيت لما كانت ملكه جمال ما لها صيت اصلا. انا كنت عم شجع شيرين اللي معها اذا بتتذكريها اللي شعره اسود. ما اتذكر ولا يعني لا خشم. بعدين سوت خشمها، ردت لما سوت خشمها صارت احلى. بعدين أسنانها. سوت اسنانها صارت احلى. سوت بوتوكس وفيلر وفك وما ادري شنو، صارت اوكي حلوه. بس قبل لما تشوفين صورتها لما كان، على اي اساس انت مرشحينك ملكه جمال؟ صح ولا لا؟ ما ادري عم اقول لك انا بروح ارشح نفسي ملكه جمال. انا معي ولا ضدي؟ عم تاكل الشيف كانه سحبت علينا. سحبت علينا كنت اللي ما منهم فايده، قاعد يتكلمون على الجمال وما ادري شنو. خليني انا اكل، خليني اكل طبخه طبختها خليني اكل. كان عامله حاله مو سامعه ولا عم يتهيأ لي. اعمل حالك ميت. هلو عم نحكي عنك يا شيف. لا قاعد اقول خلاص شفت فينا وقاعد تاكل واحنا قاعد نتكلم على الجمال. انزلني بس كذي بغيرات عشان تسمعينا شو نقول على الجمال. برشح نفسي ملكة جمال. اي ما ادري على اي اسم بس على اي اساس كانه كانت بتقول على وين ملكة جمال. برشح نفسي عندك مانع؟ على اي اساس؟ لا عليك برشح نفسي ملكة جمال. اكون شو اسمه افتح اللي يصوت لي انا افتح لك واللي ما يصوت لي اهلا وسهلا. المهم اسمي رشحت نفسي. ايدك اليمين افا عليك ترشحي ضد ولا ما؟ ترى اشوف هذا اصور لك افا عليك تصويت اشوفه اقول لك اصور. خلاص انا هني عندي معي 5 6 رح نعمل تصويت. خلص شوفي رح نعمل هالمسابقه بما انها عجبتك. رح نعمل تصويت ورح نجيب التاج بالضبط يوم الخميس بنلبس التصويت شغال للخميس. يوم الخميس بنتوج الملكه. زين لبسه التاج. ايه احس والله انت راح يصوتوا لك ولبسك التاج. شو تصوتوا؟ رح يصوتوا لك شايف انت بلبسوك التاج من ملكة جمال الكويت. الرحمن لا احنا الكون ما نقول الكويت. احنا الكون ما بد جمال الروح. اوكي بجمال وجه لا انسي موضوعي. خلاص اوكي خلاص موافقه انا موافقه. اي والله الحلاوه حلاوه الروح تتذكريها؟ حلاوه الروح هذا فيلم سووه حلاوه الروح. انا حلاوه الروح. ايوه
لا حياة الروح حبيبتي حنتاوش. انا اي انا رح رشح حالي. خليني افكر لي مو ملكة جمال بدي. خلينا نشوف شو بدي احط حالي. تعالي انا شفتك يوم الجمعة واول خميس رحتي خيمة ولا شالة؟ مزرعة. مزرعة استانستي؟ انبسطت بالمزارع صح؟ حلوة حلوة اي انبسطت بس رجعت هالكاري تعب. ما توقعت هيك انا. ما توقعت اني رح اتاخر يعني تاخروا كثير اهلي لرجعوا. الساعة 2 كنا بالبيت 2 بالليل صح؟ اي انبسطنا غيرنا جو. حسين غير عيلة يعني خبر تشوفي الاشياء سبحان الله كنت تسافرين برا ترجعين صح؟ غيرنا جو. انبسطنا لفلفنا وهيك بس كل شوي يسألون انت ما نرجع على البيت؟ والله هيك قعدة البيت على الكنبايات وهيك ونتربع احلى. انت بدنا نرجع؟ يقولون يلا هلا شوي بنرجع يلا هلا شوي بنرجع. اتحايلوا علي لصارت الساعة 2 بالليل. اوف 2 بالليل وصلت يا دوبني فتت غسلت وطبيت نمت. حرام. حلكت. خلينا نشوف الشيف الهام بلش تسوي لنا. يعطيكي العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يسعد لي صباحكم مساكم حبايبي. اليوم ان شاء الله بنسوي لكم مسحب دياي. اوكي على الطريقة شوي واية ونقول مقاديرنا. مقاديرنا ايه بلش. طبعا انا حابة هذا اختياري اللي هو الزعتر. زعتر اختياري والمخلل اختياري. بديل ماجي دياي مفايحته مفللته توست بقدونس. هذه الخلطة انا حطيت روب ثوم فلفل اسود مايونيز جبن سائل كريمي يكون سائل حيل وخلطهم مع بعض اساس بنسوي خلطتنا. نروح نشول معانا يمكن يكون ماكو يمكم. اوكي نبلش نحط الدياي نقول بسم الله نجيب هذيل الخلطات اللي نبيهم لان كله نبيهم طبعا راح كله يكون بالشوايه ان شاء الله. أنا هني حاطة حبة زيت زيتون خفيفة أبيها مسحة بس فقط لا غير. زيت زيتون مسحة. راح أضيف دياي نفلل طبعا مطبوخ ومتبل ونفلل فايحته وخالصة. هني بالإضافات الأولية اللي هي البديل ماجي. هني بالزعتر أنا كله مع بعض أحطه عشان بخلطه كله مع بعض. الزعتر يعطي نكهة حلوة وطعم تيستي عشان ما بحط ملح لأن كل المكونات اللي أنا حطتهم هي فيها نسبة ملح بسيطة. اللي مخلل فيه ملح الروب فيه ملح الجبن فيه ملح بديل ماجي فيه ملح والزعتر هم فيه ملح. نخلطهم مع بعض طبعا انا ما ابي نار حاميه ما تسمعون صوت ممكن هذا نار ما ابي حاميه ليش ما ابي تمسك لي او يكون لازم مع بعض يكون ما لان اوريدي هو مستوي وخالص. الحين صارت اوكي كذي اني المخلل حطه لكم مخلل اختياري بس حلو يكون مع المسحب. اوكي خليه شويه على ما طقطق معنا أساس نضيف هذا آخر إضافة. هذا راح يضاف آخر شيء بعدين نشويها. دام الحين احنا أورد احنا كل شيء قلنا مطبوخ خالص ما يحتاج نخلطه ونحن نضيف البقدونس. ريحة البقدونس في الطباخ تطلع
روعة. وإذا حابين بعد شبنت، بس أنا الأمانة ما لقيت شبنت، أنا مرات أسويها بالشبنت تطلع هم نابعة حلوة، بس الأمانة ما لقيت أنا شبنت، فحطينا بقدونس. الخضار حلوة بكل الحالات، تنحط شبنت أو بقدونس اللي تلقونه عندكم الموجود. نضيف الخلطة مالتنا اللي هي روب، مايونيز، جبن سائل، فلفل أسود وثوم تدريجيا. بعد ما أخلطها تدريجيا على أساس راح تصير تكون متماسكة مع الحيل، فشوي شوي أنا أضيف الروب الخلطة الحلوة تكون. تمسك معاي فشوي شوي احط معاي في الحين باجي بس أبيها تبقبق شوي على ما سخن شوايتي. خليها شوي على نار أقل ثواني، أقل أكثر على ما سخن أنا الشواية. نبلش عشان نضيف السندويشاتنا. ريحة نشوف الجبن ساح روعة، طلعت ريحة الجبن. شفتوا هالخلطة اللي أنا حاط مسويتها؟ هم هذه تصير حق الكرات الدياي مع البطاط، هم هذه الخلطة حلوة نضيفها مع كرات البطاط، بس يكون فيها إضافات إن شاء الله. إذا بسويها بحلقة راح أوريكم الإضافات الحلوة. بسم الله. نضيف نكون نوزعها متساوي على الأساس كلها تاخذ دياي مكانها. ما نبيها متفوخة ثيك، لأن نبيها مقرمشة حلوة. الإضافات اختيارية، اللي هو الزعتر المخلل، هذه إضافات اختيارية، تبون ما تبون، محابين. في ناس ما تحب المخلل ما يحتاج تحطونه، مع أن هذا مخلل بيت تخلونه في البيت سهل، مخلل بيت حلو طعمه يصير أنطع من اللي برا يكون. أوكي نريد نسكرهم نضغط عليهم. نحطه بالشواية مدة دقايق عشان أبيها مقرمشة. أعتقد ما تكفي كذي. راح نضغط عليها تخلي طول عليها ونسوي هم كذا كم حب كم حبة. نبلش نسويهم.
طبعا انا مقلي اوريدي قليت بطاط اساس التزيين حق بعدين عشان تنوكل مع بطاط فرايز او بطاط الوجز. اعتقد المقادير موجوده على الشاشه، شوفوا المقادير ونرجع نشوف ان شاء الله. المقادير على الشاشه موجوده، يلا شوفوا المقادير نرجع لكم. يعطيكم العافية، الحين احنا خلصنا الشواية. شوفوا انا طبعا انا بشيلها بوريكم، بس انا سويتها بالعكس على اساس تصير مربعات شكل حلو عندنا. راح نبلش نقصصها، هذه بدورها لان ابيها كرانشي اكثر، فاحب ادورها ونشوفها ونخليها مربعات تصير عشان الديكور، بدل ما نشوف لنا كذي واخلي اضغطها تصير معنا مثل هالمربعات، تصير أحلى وأنطى. يعني بالسكينة ونقطعها، اوكي راح نقطعها بسم الله. اوكي تنوكل كذي كرانشي نفس المسحب، تبونها ساندويتش، تبونها بالتورتيلا، تبونها بأي شيء، تطلع لنا شيء حلو مزينها. طبقنا متواضع، طبقنا الحلو. طبعا الحين على ما نصفط ونسوي نرجع حق البنات وان شاء الله وريكم طبقنا بالنهايه. بنات، في متابعه لنا اسمها ام جاسم، سلم عليكم وايد وايد وايد. الله يسلمها يا رب. والاخص الشيف الهام تسلم عليك ام جاسم وايد، تقول انا احبك وايد واحب اكلك. بعد شفتي انا احبها اكثر، وجهها مره تحيه ونسلم عليها بعد. احنا نسلمها من الشريه. اللي انت قاعده اقول لك الحين الموضه، تشوفين الجاكيتات الالوان الرمادي الباهت، يعني نوعا ما قديم وايد، يعني انتيك وكذي. فكل ما البس مثل جاكيت ولا البس اختي تشوفني مثلا بالكام تقول صدقين جاكيتك يذكرني بيدي الله يرحمه. انزين صدقين ذكريني بأبوي قبل، لأنه قبل كانوا يلبسون الأشياء، الكاروهات، البواهت، الألوان الرجالية، يعني قبل بس الريايل قبل الكبار كانوا يلبسون. الحين الموضة تشوفين السوق كلها كذي كاروهات، اللي هي باهت الألوان التطريز، عرفتي؟ فكل ما أخذ جاكيت تضحك عليك. أي تقولي صدقين ذكريني بيدي الله يرحمه كان يلبس كذي. كنا لما نفتح الألبومات ستي كانت تقلي اللبس اللي لبسوه عمك وابوكي ما حدا جخ مثلهم، جخ يعني كشخ كشخ ما حدا جخ مثلهم، اللبس اللي كنت لبسهم اياهن وصغار
كانت الناس توقفني بالشارع تسألني من وين من وين الفلوس. يمكن يعني فتحنا الألبومات تبع الصور ولاقي خسر عمي وبابا لهون والبنطلون والبنطلون العريض. هلأ رجعت الموضة. هلأ رجعت الموضة. أنا وايد أحب الشارلستن الحين كل بنطلونات الشارلستن اللي هي تكون ضيجة. بس قبل كانوا سبحان الله شوفي الحين صدق رجعت في جنزات اللي هو شارلستن اللي ضيج وبعدين عريض. بس قصات قبل قير أحلى أحلى. أنا عندي أحلى أكشخ ما أدري وايد وايد حلوين يعني. شوفي المسلسلات القديمة وشوفي محلاهم كانوا يلبسون وايد يعني كشخة. شوفي فساتينهم قبل فساتينهم للحين لا إذا نبي نكشخ نلبس نفس فساتينهم يبي يطلعون فيهم هم صح. الكشخة وبعدين الفستان لون الشوز والشوز لون الجنطة فاهمة علي والسكارف والأشياء وايد كانوا أنيقين صراحة. شوفي إحنا اللي خرب علينا دش الكجول معانا والهاي اللوست صراحة. ايه انا اللوست هاي لوست مو الهاي ويست. اوكي اللوست هاي ما حبيتها حتى البنت اللي ايه حتى البنت اللي جسمها بيرفكت خرب خرب. ايه لانه زغاديد طلع زغاديد طلع زغاديد وطلع كرشه وطلع ما شنو. انا صدق قبل كله هاي ويست كانوا تشوفين يضم الجسم كله حتى اذا كان عندها بطن يتصفط مع ال ايوه هي بترجع نوعيه القماش كمان اللي انت لبستيها او نوعيه الجينز يا بيكون ستريتش يا بيكون رخو شوي ترجع لهاي النوعية. بس بشكل عام هو حلو هو صح. حلو يعني الهاي وست لما ينلبس مع حزام مع قميص دش مع قميص كانوا يلبسوه بف شوي للقميص بيطلع كتير حلو ومرتب خصوصا البنت الجسمها حلو صدق يطلع يعني كتير حتى الجسمها يعني مش ولا بد موايد بس ما يخش الزغاديد الكرشة الأشياء وكذي. سبحان الله قبل كل ما أشوف والله أفلام قديمة تصدقين وايد أستحلي ملابسهم شعرهم إكسسواراتهم شعرهم كله مرتب. الحين ما احنا ما نلبس ما ادري شنو كاجوال مع الرسمي والرسمي مع ما ادري شنو لانه موضتنا كذي صارت عرفتي قبل كاجوال كاجوال والرسمي رسمي عرفتي شلون. الحين احنا وايد نخلط على بو والله موضه لا والموضه اللي طلعت الحين بعد ومشوا في وايد بنات من كل قطر اغنيه مثلا اللون احمر الشوز اوكي الجنطه عادي خضراء الجاكيت عادي فوسفوري فاهمة علي الألوان يعني هذا كريزي كلر. إيه كريزي كلر. تكفين لا تجيبين كريزي كلر. بس تعرفي أوقات حلو مو كريزي كلر كل ألوان طبعاً تلبسي لا بس أنا بحب الألوان لأنها بتعطي طاقة حلوة ترى. هي الألوان حلوة. إيه بس مش هاي الأشياء اللي عملوها. لا مو يعني تشوفين تقول يعني لا 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 إن شاء الله مو موضة هذه. عرفتي شلون كذي. بالعكس الألوان حلوة أنا أحبها يعني مثلاً شوفي إحنا دائماً مثل نشوف الـ 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 الألوان النود لا يقع معاها الأحمر اللون الحين يدخلون اللون الموف البنفسج مع الأحمر. مع الأحمر يا الله شحلاته عرفتي يعني ألوان جريئة بنفس الوقت وحلوة بعدين بتحسيهم نفس الدرجة يعني أيوة نفس التون عرفتي شلون نفس التون أيوة تماما بالضبط نفس يعني الأومبري اللي يسوونها هذيلا حلوة أوكي يعني ألوان قريبة ألوان حلوة وألوان متناسقه او متضاربه الفوشي مع الاورنج إيه كمان بس في الوان يعني ما لها شغل يعني الاصفر مع ما ادري شنو فاهمه علي كذي هذول ما لها شغل كلش ما لها شغل مو حلوين لا. صبوح كان وصلني دايركت كنت قراته بس فتحت لايف الصراحه من الانستغرام قراته بس فتحت لايف الدايركت كان عم بيقول شكله رجل يلي بعته مو مرة هالمرة بس عم بيقول إنه في عنا ولد سوري بس ألفاظه مو حلوة بذيئة ومو عارفين كيف يشيلوا هالعادة هاي منه كيف ممكن يتصرفوا معه. أنت برأيك ياهل صغير يعني ايه ولا كبير يعني ايه ولد صغير بعده صغير يعني ايه بعده ما كبر. أول شيء شوفي موضوع وايد حلو هذا ايه وايد حلو وايد حساس لأن أمس كنت فيه بس خلنا نتكلم عليه بعدين أرجع على موضوعي أنا. الياهل أشوفه من وين متعلم الكلام في اليوتيوب ساعات الياهل يعطونا على أبو يفتكون منه يعطونا الآيباد صح فيحط مواقع هذيل الناس اللي قاعدين الحين اليوتيوبر اللي يجمعون فلوس أمه وعيالهم أي. فعادي كلام وصخ على قوت يوسف كلام ما أدري شنو كلام وثخ إيه كلام وثخ عرفت شلون ألفاظ وثخة على قوت شو اسمه فالياهل يردد الياهل شوفي الصغير دائما يتعلم كلمة مو ما يدري مفهومها شنو فيأخذها ينطقها ساعات يردها عليك أو هو مو عارف. أول شيء أمنع عليه الأشياء اللي مو زينة
لما اشوفه مثلا يلعب مع يهال واليهال الفاظهم مو زينه امنحهم. يعني ما اقدر انا اعلمه وهو يروح يتعلم مكان ثاني، اول شيء امنعه من المحيط اللي معلمه السوالف هذه، عقب اقدر اربيه ان هذا غلط، هذا كلام مو زين، هذا الله يقطك بالنار، نفس اللي احنا قاعد نسويه مع اليهال. شوفي امس يساف جبته من المدرسه، فرحنا غيرنا ملابسنا وكذي، قعدنا بالصاله كان يناديني يسمي ماما كباب، ماما كباب تعال تعال يما، قلت لها قال خلينا نلعب لعبه، انا ما كنت ادري شنو هذه اللعبه. بعدين طلعت امول صرخت عليه صرخه من قمه راسه. بعدين لما قعدت وقعدت تفهمني ان طقيت على راسي ان انا قاعد العب معه وانا ماني فاهم اللعبه شنو. اللعبه هذه يسمونها الحبار او شيء كذي، اللي شنو ان هي في ياخذون ناس مثل انت عليك ديون، اوكي ياخذونك، انا مثل امي مريضه وابي فلوس باي طريقه وطريقه، فلان ما ادري شيء، فيجمعون الناس يسوون لهم نفس المسابقات هذيل. هم شو يسوون، هي المسلسل هذا كوري والله، الكوريين اخر شيء عم يلعبوا لعب فينا اخر فتره. اي والله كوري. انزين فشي يسوون، يودونك مثلا فوق القمه، عرفتي تلعبين لعبه، اللي يموت منهم يموت، واللي اخر هم مثلا 200 شخص اخر واحد ينزل في حسابه فلوس. فيوسف قاعد كان يقول لي شوفي يما انت تروحين مني تنخشين انا ارميك، اذا رميتك اعطيك فلوس في حسابك، كره فلوس في حسابك. بس هاي باللعبه هو قاعد يلعب معي، انا ماني عارفه الطبخه. طلعت اثراء قاعد يشوف المسلسل هذا واحنا ما ندري. شوفي وكل ما مسكنا ونقول لأن منو دشينا اليوتيوب إن نشوف الـ يعني شوف البرامج اللي هو يشوفهم ولا البرنامج هذا ما في، كل ما نقول له يما منو قاعد يشوفها، منو قاعد يشوف يعني ياهل منو فاهمه هذا اللعبة، مين فهمك على هاللعبة؟ مو راضي يقول، مو راضي لليوم، مو راضي يقول. آخر شيء مسكته أنا وهو يقول لي، يعني قلت له يما حبيبي يشتري لك قاري يشتري لك ما أدري شو، قلنا منو يشوفها؟ كان يقول ما أقدر أقول، والله العظيم ما أقدر أقول. قلت له يما ليش ما تقدر تقول، يعني ليش يطقونك ولا شاني؟ اخر شيء كان يقول هذا الوحش، يقول لي هاي لتكون اللعبه الخطيره يلي مثل الحوت الازرق، ترى ديري بالك اخطر من الحوت الازرق، هذه هذه فيها رمي وفيها ذبح وفيها قتل، واللي يطيح مثلا من جام يموت واللي معاه يفوز، فاهمه علي؟ يعني ناس تقتل شيء ناس، والله ديري بالك. فوايد خف، فقمنا منعنا منه صراحه من اليوتيوب كله. انزين ونحاول نفهمه ان هذيل السواق، كان يقول لي خلاص عيل مني رايح اشوف ديزني لاند واشوف ميكي ماوس واشوف سويدر مان وباتمان وما ادري شنو، قام عرفت شلون؟ كان تقول لي اخر شيء يما ترى قاعد يسلكك هذا. اي مبين، هو مبين ملعون يعني ازعر، اي وايد كاي ازعر هالولد كثير يعني. زين كان نشيل. فالياهل كذي، الياهل شوفي من وين يتعلم، الياهل ينزل هو بريء ملاك على الفطره، على الفطره فيلقط اي شيء وما يدري شنو مفهومه. شوفي بس انا كنت ضدك بشغله صباح اللي هي انه انا بمنعه من المحيط اللي حواليه. صعب احيانا، نحن احيانا بنبعث الاولاد على المدرسه، ما فيك تمنعيه ما يروح على المدرسه ويكفي تعليمه، بده يواجه بيئات مختلفه، بس المدرسه وعيال مختلفه موسخ وكذي، ما هن ما بيعلموا الاولاد اللي موجودين، الاولاد اللي موجودين يعني انت كل حدا بيئته غير بيئتك، صح؟ عرفتي طبعا. فانا لا، انا فهمه انه هذا الحكي غلط، عندي ممنوع وخط احمر هذا الكلام. الولد لحتى يمتنع واذا ما عم بيرد على الام وعلى الاب لازم يكون في عنده كبير بالعيله بخاف منه، بلا بهدده بهالكبير، بخوفه من الكبير، بجيب اسلوب، ما بدي اقول لك ترهيب، حرام الولد الصغير ما بيصير يصير في عنده عقد نفسيه، بس خليه يعرف انه انا رح اعاقبك، رح احرمك من هالشغله اذا انت ضليت على هالعاده. الاشياء اللي يحبها هو الكاكاو، ايه والاشياء ينحرم الطلعه ما ادري شنو. شوفي المدرسه شيء لابد منه، اول شيء ايه انا يعني لما احط ولدي اشوف المدرسه شنو شنو مستواها، انا ما اي احط الولد كذي، عرفتي؟ وثاني اشياء مثل ما قلتي انت، احنا ما نقدر نربي المجتمع، احنا نربي ولدنا صح، بس اذا شفنا الشيء وايد زايد، يعني في يهال لدي فيهم صدق قليل الادب طبعا، والاهل مستانسين، او خلينا نكون واقعيين، في ناس اصلا الاب ولاهي، عرفتي؟ يا متزوج وحده ثانيه ولاهي سفرات وطلعات وتدشات، والام الله يعني يصلحها، يا انها مسكينه بالشغل يا انه ايش كثر، عرفتي؟ فالياهل هذا تشوفينه مع يعني كل شيء يقول، حتى على الخدم لما تروحين تشوفين سب الخدامه،
اي ناني مالته يسبها وهو صغير يعني، تقول هذا من وين تعلم السوالف هذه؟ صح، هي بتاثر الاشياء اللي هو عم بيشوفها. شوفي انا مره رفيقتي عندها قطه، قطوه صغيره بالبيت، فجابت قطه تانية. القطه الاولى لانه مثلا مو معودتها تعطيها التارت هاي تبعها اللي هي مثل الحلاوه، بكفؤوها للقطه اذا عملت شيء منيح حلو بيعطوها منها. واللي عرفته بعدين انه اذا بدك اياها تحفظ اسمها تحفظيها اسمها عن طريق التارت هاي، مثل حلو المكافاه تبعت القطه هاي. فبس تعمل القطة شي منيح بيعطوها منها. أنا شفت القطة جديدة كانت جاي، هاي مرباية ببيت تاني، كانت شكل مرباية غلط. أيه. لأنه بس يعطوها التارت يعطوها نقطة منها بتلاقيها ركاض رايحة جاي رايحة جاي، عم بتعيط عياط مو عياط قطة. وبدها تخلصها كله، وبدها تهجم على القطة التانية لتخلصها كله. حلو. فعملوا لها كمان إعادة تأهيل. فأنت شوفي حتى القطة إذا بدك تكافئيها أو تحفظيها شيء أو تعلميها شيء من خلال المكافأة، ما بالك الولد؟ الولد صح، بس الولد نحن ما فينا نكافئه كمان. يعني انا ما فيني اقول له مشان مصلحتك انت، مشان تجيب انت علامات انا بعطيك مكافاه، هاي غلط. انا مو اني انا بكافئك بعطيك مثلا فلوس، بصير هو بيعمل هالشيء مشان ياخذ، بصير الولد مصلحجي يتربى على المصلحه. يعني المصلحه، بس انا فيني عاقبه اني انا احرمه من حقوقه مشان يعرف انه هو مو من حقه يسب او يغلط. بالضبط، يعني إذا غلط بعاقبه بحرمه من حقوقه، بس مو إذا عمل شيء منيح إني أنا كافئه لأنه غلط. الولد بيصير بيتربى على الاتكالية وعلى المصلحة، بيصير مصلحة. بس أحيانا والله يجيب نتيجة، بتجيب نتيجة هلأ بس بعدين لا. إيه لا، على يعني كتكوين شخصيته لا. شوف، هو الإنسان لازم لما يسوي شيء، حتى إحنا إذا مثلا مثلا نسوي شيء آخر شيء ما نلاقي مثلا علق الكلمة مدح، علق الكلمة زينة، احنا نقول ما نسوي الشيء هذا، عرفت شلون؟ صح، بكل شيء. شوفي بالدوام، حتى شوفي حتى الله سبحانه وتعالى، حتى الانسان كان ان ان اذا صرت انسان زين وصليت وزويت عبد لك الجنه، صح ولا لا؟ فاحنا نسوي هالشيء هذا علشان اخر شيء مثلا احنا هدفنا الجنه، هدفنا صح ولا صحيح. فلازم الانسان كذي، بس مو بكل شيء، مو بكل شيء الولد يعني اربي مثل اي شيء، اكل عشان اعطيك هذا، اشرب عشان اعطيك هذا، البس عشان اعطيك هذا. بس في مثلا اخر السنه درس جبت علامات زينه، هل كثر اقول للعلامات لك قاري لك ما ادري شنو لك سفره نسافر كافئ من غير ما توعديه؟ بالضبط، يصير عنده هدف، يصير عنده هدف حلو الانسان عنده. انا بحب الولد يتكافئ من غير ما ينوعد. يعني كيف؟ ما رح اقول له اذا السنه جبت علامات عاليه انا رح اعمل لك كذا، او رح سفرك على المكان الفلاني، لا، بنطره لحتى يجيب العلامات العالية وأنا بكافئه. صح، مفاجأة. أيه. يعني تكون شكلها ألهام خلصت الأكل لأن أنا جوعانة وأبي آكل. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم ساندويتش ها؟ يا 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 يعطيكم العافية حبايبي. خلصنا الساندويتش، وعلى قولتها ساندويتش اللي هو التوست، سحب توست بالشواية، وهذا قلينا البطاطا، احنا قلينا بكر أساس ناخذ نكتسب وقت، وهذا إن شاء الله سهمنا وسهمكم العافية، وإن شاء الله تطبقونه وروح حق البنات يأكلونا ويعطونا رأيهم. يعطيكم العافية. هلا هلا وهلي والشرع الناي واللي هلا أبي أسوي دحة. إيه دحة. بسم الله. يا سلام. يعطيك ألف عافية. شوفوا 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 قهوتي نسكافيه ماتو. الله الله طعام اللذيذ بالفعل. الله الله الله. اليوم عندي موعد اسنان، يبي بحط صورة تصويرات العجيبة الحلوة. صوري 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 وطعمينه طعمينه. عمل له صوري وطعمينه. يعطيك العافية. مسحب صح؟ يا واو مسحب. شوفي يا يا اليوم السالفة يا 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 أنا إنسانة مصورة صراحة، بيقوم أصور تسولف وسولف. يلا نحن منسولف على قلبكم يا رب. إيه لايف شيف. شوفي كنت عم بحكي هلا أنا وصباح عن موضوع الطفل، وصلنا دايركت إنه في ولد سوري ألفاظه بذيئة وما عم يعرفوا كيف يتعاملوا معه. أنت برأيك كيف ممكن الولد اللي ألفاظه بذيئة أو مثلاً ما عم بهاب الأم أو ما عم بهاب الأب، كيف ممكن نتعامل معه؟ لأنه أنت أكيد يعني مرق على راسك قصص تجارب، وما شاء الله عندك يعني بنت وولد. شوفي تجربتي مع عيالي، إذا واحد مثلاً بكى عيالي ممكن شنو اللي يحب شغلة مثلاً، أنا أحب هالقلاص هذا
محبب لي حيل امنعه مثل ما حكيت يعني انا امنعه عنه منع نهائي تمنعه عنه الاشياء اللي بحبها حيل حيل امنع بشيء مع ربعه امنعك ربعك امنع طلعات امنع مثلا كمثلا وجبته كوجبه شوفه كوجبه مثلا نحب فلان مطعم او فلان من وجبه احرم اقول له والله ما تسمع كلام او تصير كلام زين ذيك ساعة تشوف الطلب يكون عندك أو الشغلة تكون عندك أو أي شيء بخاطرك يكون موجود فالحرمان شيء بيحبه وايد أفضل تربية لا بالطق ولا بالهواش أبداً مو بالطق صح ولا بالكلام اللي يرد كلام يعني الجارح ايه اللي ممكن يحطم نفسيته ايه يكون بعد افكت يعني يكون عليه مثلا يحطه بمخه لين يكبر خلاص أمي قالت لي كذي وأنا كذي بصير عنده مثل حقد ايه أو غل لا يعرف حاله انه غلط احسن غلط احسن ايه وايد يعني ما شاء الله يعني حتى انا اعرف هم رفيجتي هم عيالها صغار يطقونها شيء فيدرون فيني انا كل ما يناديني بالعائله ورفيجات عيال خالتي حلاوه حلاوه من الحلاوه ايه لان كل حلاوه اودي لهم والعاب شيء سوالف فلما يقولون خالتي الهام ترى اليوم مثل فلان صار شاطر بالمدرسة وسمع الكلام سويتش أطلع بجنطة شيء طلع يبو الحلاوة كلش ما لقيت حلاوة أقول صج أطلع قلم أقول له تعال أسوي الستار أستار لا أستار وهابي فيس وأقول له هذه مني لك تعرفين فرحته كانت شو كذا أكيد كان فرحان وثاني يوم نفس الحال سوى تعالي ابن عشان سويت إيه؟ مكان أعطيك ستار يعطيني هلا هل والله ما عليهم ولا لا والله انا تول لا والله تول الاسبوع يعني من كم يوم يعني الام كانت حيل متأذية وكذا للامانه ما شاء الله يعني كان حتى تكونون يعني يقول بلابسه كذي يعني تكونون كرم سامع فكان ما كانت تقدر تسوي له ما حاولت ما قدرت فوالله طريقه سهله حيل 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 يعني قلت له او اني ما اكلمه اكون زعلانه منه فكل شيء ولا لا خالتي الا اتكلمنا او فيعطي نعطي بلا طق بس او صرخ عليه ليش لا الطق مي صح حتى في متابعين عم بيقولوا افضل طريقه لعقاب الطفل هي الحرمان يعني الاغلب اتفق مع راينا طيب كثير على فكره يعني عافية على قلبك حلوه صح انا بعدين طيبة 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 صراحه اعطيني واحدة اعطيها شايف انا ما بحب الدجاج انت بتعرفي بس المزحه بحبه كثير ما بعرف ليش لانه يضيع طعم الدجاج بالجبنه بيكون نتفقون من يجو زعتر حاطة أنا ترى زعتر يعني شوية تغيير صباحا يحكوا إيراني ترجمي لي هالكلمة هاي تخيلي صباح شو ما خيلي زيبائي يعني أنت وايد جميلة هاي بالإيراني بالإيراني شو ما خيلي زيبائي زيبائي يعني شو شكرا جميلة. بالإيراني ميرسي تشكرات تشكرات شو أتراك إحنا تركي لكن فرنسيين نحن أنا فرنسيين إي والله ميرسي ميرسي او خيلي ممنون يعني خيلي ممنونه يعني ممنونه اي خيلي ممنون وميرسي اكثر شيء يعني ميرسي احنا فرنسي احنا فرنسي انا قاعد اتعلم ترى ايراني بحب الايراني والله احسه مش تركي احنا نفهم لما انا اسافر على تركيا افهم اتراك اكلمهم واحيانا اغلب الاتراك يعرفون ايراني اغلبهم يعني ما ادري 75% تقريبا 80% يعرفون ايراني انا على السماء بحس الإيراني بيشبه التركي كتير هو نفس اللكنة نفس المطة اللكنة نفس اللحن لما يتكلمون نفس اللحن يصير نفس الشيء صح تاريخهم ما شاء الله حلو رهف من السعودية بتسلم عليكم ما شاء الله حلو ما شاء الله حلو ما شاء الله بالعافية عليك خليها علينا هاي والله بتجنن والله صراحة تسلميتكم صراحة تسلميتكم لا هو حلو لأن لين عطتني أبيدها حبيبتي أنت والله صار أحلى بعد صار أحلى أحرجتيني حلو لأن هام صباح صورته يا بعد شنو ولأن الشيف الهام عملته أوكي يا بعد هيلي وطوايفي يلا يا صباح انزين بعد عم بيقولوا تكلموا عن غيرة الإخوات للأمانة أنا غير أخت وحدة ما عندي الصراحة يعني أخت ما عندي غير اخت وحده وبنت عمي اللي تربيت انا وياها سوا هاي بعتبرها اختي غيري ما واجهت للامانه يعني فيني اقول لك بنت عمي لانه اختي كانت اصغر مني باربع سنين ف يعني كمان حتى على كبر ما واجهت غيري انا بس كبنت عمي اني انا تربيت انا وياها سوا لا ما كنت اشوف حتى غيري ابدا كنت اشوف على طول الاهل شو ما بيجيبوا بيجيبوا لنا نحن مع بعضنا حلو
إذا عمي بيجيب شيء بيجيب لها إلها، وكذلك بابا نفس الشيء. فيمكن هاي بترجع من الأهل نفسهم كمان، صح، إنه ما بيفضلوا وحدة عن وحدة يعني. فما بعرف واجهتوا شيء من غيرة الإخوات أو سمعتوا قصص عن غيرة الإخوات؟ شوفي الغيرة هي مو غيرة يعني، أحيانا الخوات مثلا خلق تكلم عني أنا عشان اللي يقول احنا بالعربي شويه جريئه انا عرفت، عشان خواتي ما عندهم الجراه هذه مثلا انا شيء اللي اسال الخطوه اللي اخطيها، فاذا خطيت هالخطوه هذه هم يشوفونها حلوه يخطون وراي. فاهم علي؟ هم هم يسوونها، فاي شيء اي شيء تجميل قدوتهم صايره. ايوه بالضبط، فينطروني ان انا اسويها علشان هم يسوونها. اول شيء اول اي أول شيء خواتي نوعاً ما شوية يعني يهابون من أمي أبوي إخواني، يعني عندهم هذا. أكبر واحدة؟ لا والله المشكلة هذه مو أكبر. كذا قاعدة أقول تكبر. أنا اللي بالنص. هي عندها ضوء أخضر. إيه، فاللي عاد أختي الكبيرة حرام فقيرة. فالمهم فعلشان أنا يعني بعدين اكتشفت هالشيء هذا، إذا خطيت هالخطوة هذه عقب هم ينطرون ان تهدي الامور ويصير. شوفي لان تصير اول شيء فجاه لامي وابوي واخواني لا ليش وي وش، بعدين يطخون الامر يصير عادي. فاذا خطت واحده في خطوه ثانيه يعني قبلها ليش صباح ولا لا اي، وهم من يقدرون يقولون صباح سويته، فهم اساسا يسكتون حتى ما يقولون خلاص انا سويتها بعد، عرفت شلون؟ فما يقدرون يلومون هذه بعد. شو المصيبة اللي عملتيهم بالمصيبة؟ وايد مصيبة شكل عامي مصيبة والله، حتى خربط صراحة عرفت؟ لحتى اخواتي عم بخططوا تهدوا الامور تطخ بعدين يسوون. اقول لها ها سويتيها؟ تقول لي اي اعطيتينا دافع خلص احنا مسوينا. فكذي هذه ما اعتبرها غيرة، اعتبرها بالعكس. انا احس نفسي دائما انا قيادية وما ينطروني انا شنو اسوي علشان هم يسوون. حلوة هاي الشغلة بالعكس، انا بالعكس حبيتها والله. حبيتها ايه. انا بحب على طول يكون في بالعيله وحده، ما بدي اقول متمرده، انا التمرد ما بحبه. لا لا لا، ما بحب اني انا يعني ما بحب انه حدا يوصلني اني اتمرد. بالضبط، لانه لو اختنقت بالنهايه يمكن الواحد يطلع عن طوره. بس انا بحب انه يكون في وحده جريئه، والجراءه مو معناتها الوقاحه، اوقات الناس بتدمج بيناتهم. بحب وحده تكون جريئه، تعرف تخاطر، عارفة إنه الحياة مرة واحدة وعارفة إنه هي بتستحق تعيش هالحياة، فتجازف وتعمل أول خطوة وتآمن إنها بدها تنجح. بالضبط، وتكون قدوة بعيلتها على القليلة، مو ضروري تكون للمجتمع، على القليلة بعيلتها على الأقل. إحنا كذي بعد خواتنا، إحنا بالعخوات كذي نفس بعضنا، واحدة تسوي شغلة واحنا نسير وراها نسير وراها. مشكلة مو بس خوات، مو يعني خوات حتى الحريق. إنه مو مثلا مثلا شغلة شي جازفة والله زينة تنصحينا مثلا نسوي هالشيء، والله انصحكم سووا هالشغله، او انصحكم مثلا بهالعياده، او انصحكم. فاحنا اوكي نقول لها اوكي. انا قاعد يحاولون للحين ما قدروا علي، ما اغنات ما مو قادر كلش، مو قادر. كل اقول لهم بعدين الله يعطينا طولة العمر، يعطي حق المتابعين ويعطي الكل يا رب. كل اقول لهم الدود ياكل منه عيل. شوفي هالمتابعه هاي شو كاتبه. انا كان عمري 10 سنين وقت اجت اختي، وكنت وحيدة على صبيين. حلو. وكان الدلال كله لإلها. وقت إجت غرت كتير لدرجة حاولت أخنقها من الغيرة. بس كنت صغيرة وكل ما تشوفني بتذكرني وعم تضحك. حلو. وبتقلي مو ندمانة وقت يعني ما ندمتي، وقت بتشوفها بتسألها أختها بتقلها ما ندمتي إنه طلع عندك هيك أخت يعني. سبحان الله. إيه. لا هذه غيرة الياهل ترى. الياهل سبحان الله. إذا مثلا معزز ومدلل وأهله مدللين وكذي، أحيانا يصير عنده أخو أو أخت يغار. هو مو غيره انه يعني المعامله. احيانا تشوفي انا عندي رفيجتي تقول لي انا دشيت نومت ولدي صغير توه، يمكن صار له 20 يوم او شهر، وعندها ولد اكبر يعني بسنتين، تقول طلعت من الحمام تقول انا عندي الغرفه، توجهت حق الغرفه ولا اطالع ولا مبطل الغرفه، وماسك الياهل كذي، تقول ماسك الياهل رافعه كذي. كان اقول له شنو قاعد تسوي؟ عشان يقول له ابي اقطه، اوديه اقطه بالزباله. ياه
عشان تقول لي يمه ليش؟ عشان يقول لا بس فوركات عشان القطوه تاكله. يوه. تقول انا لا اقدر اصرخ، وتقول انا قاعد اخطي شوي شوي، خطيت خطيت. برافو عليك. ماشي القطوه، هو كبر القطوه، هو ما ادري شنو خمطه. تقول لان لو صارخه هدت كذي، تقول عادي يطيح على حفه هذا ويمكن يموت الياهل عمره تو بيبي. فسبحان الله ترى الياهل عنده غيره وهو صغير على الفترة كذي، ان هذا خلاص يا خلاص بيسكر علي بيروح الدلال مني بده. ايوه ايه انا ابي الوحيد اكون، فعادي هذا الاشياء. بل لما نكبر نقول وي شنو كنا نسوي، بس خوفك من الغيره بعد ما نكبر وتصير غيره حرب، عرفت شلون؟ غيره غيره يعني غيره قتاله. صح عادي اشيش امي عليها، عادي اشيش ابوي عليه، عادي اخرب بيتها، عادي فاهمه علي؟ صح. اقطع صلة الرحم بيني وبينها وبين اخواني. ما صعبه هذه. هذه هذه اعوذ بالله، الله يكفينا شرها صراحه. هي اذا وصلوا لهالمرحله صدقيني ما في الا علاج غير الدعاء، واذا رب العالمين حبيبي والله خلص غير هيك ما الا علاج نهائي. صح. العلاج بيكون من هن وصغار، الفتره اللي حكت عنها صباح بالاول، فتره الغيره الطبيعيه العاديه. اذا الاهل عرفوا يتداركوا الموضوع وعرفوا يحلوا هالشغله هاي، وعرفوا انه ما يميزوا كثير وما يفرقوا كثير بين الاولاد ويعطوا كل واحد حقه، اوكي ساعتها بتنحل المشكله من الصغر. صح. بس على كبر انسوا ما بتنحل نهائي. شنو هذا؟ انا ما قاعده اشوف غيره زوجها عليها. عادي الزوج لازم يقار، اصلا الزوج اذا ما قار مو زوج. وين وين في وحده تقول سبع اخوات واكثر انسان انضربت بالمطرق. مطرقه لا لا انا وحيد، امي وابوي من سبع بين سبع خوات واكثر انسان انضربت بالمطرقه وما شفت الدلع للاسف. معلش بالجنه. الجنه ان شاء الله. لا بس ريال هذا. لا ليش؟ بعد ما كبرنا انا واختي صارت اغلى من روحي. ناس كاتبين انا كنت اغار اذا ابوي جاب حق اختي الكبيره مكياج. شفتي كيف؟ مكياج. ايه بتكون صغيره مثلا ممنوع عليها المكياج. ايوه. اختها الكبيره عادي، فهي ما عاد بتميز، بتصير تاخذ الموضوع لا ايش معنى اختي انجب لها وانا لا، ما بتميز انها هي صغيره واختها سبحان كبيره. سبحان الله عطيه الابو غير. او لما يجيب لك شيء غير. شوفي الام كانت تجيب لنا، يعني ما ادري يمكن حق مكتسب الام انها لازم تجيب لنا. بس الابو لما كان يجيب لنا شيء والله العظيم له طعم ثاني. انا للحين اتذكر قبل كنت احب العلج هذا اللي عرفتوه الاصفر اللي عليه موز اصفر قديم، في اخضر واصفر وابيض، والثاني اللي كنا عليه ميكي ماوس وهو بس مو ميكي ماوس طبعا اللي طبعا. فابوي كنا نشتري حبه اي حرام شوي كبير وكذي، فما يعرف السوالف هذه، يعرف بس على علج بصري هذا العلج الماي حق امي يبه والمر. كل ما ابوي يروح اوصي ينسى الاسم، انزين فايش اسوي له؟ اقوم ارسم له كذي قرطاس الونه اصفر واحط فيه موزات وكذي، مثلا اقول له يبا العلش نفس هذا، والعلش الثاني اللي عليه ميكي ماوس، تلاقيني يجيب لي كذي عرفتي خش يعني اخش عن اخواني. فحطيه ابوي او حتى اذا انت وصيتي يجيب والله العظيم لنكهه طبعا قسما بالله لنكهه. ذكر للحين كنت صغيره فتحبين الصغار كذي يعني، فابوي راح يستوي كان يقول لي يبا كذا، يقول لي صباح يبا صباح شلون تبين اجيب لك؟ ابوي ما ادري ليش يسميني صباح، كني ريال يعني مو صباح 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 كم متامل يجي صبي. فقلت له ما ادري يبا ما اتذكر يعني يجيب لي اي شيء كذا، كان يقول خلاص. تخيل شنو جاب لي؟ انا صغيره مو متحجج، كان يجيب لي عجاب اخضر والله العظيم في شي لمعه كذي، عرفت شلون كذي؟ كان يقول حق بنتي حجاب حلو كذي. حرامي بيقنعك يعني شغله. سويت سكارف مره الف على خصره. وشافك بوجهه وسويتي كذي ما تقهر مسكين كورسات قصرت. فسبحان الله لازم يجيب لنا شيء كذي يعني. الابو غير سبحان الله. أبو غير يعني حتى حين أبونا مثلا مع عياله الأبو عطية الأبو غير الأم سبحان الله. حتى لما يطلعهم لما يطلعهم والله بأي مستوى إيش دعوة أنا يا أما طفحت وطلعت وسويت أمي لا أمي حق مكتسب أمي لازم تسوي له لازم الحين لا لما يسوي كذي الجاكيت أو ويطلع لنا فلوس هاي يعدل الله والله إن المنظر لذيذ. كان منظر حلو الصراحة قبل يطلع فلوس الحين للأسف الحين عطنا الكنت ايوه قبل انا بحب بعدني لهلا بحب الكاش كينت هاي ما بحبها كاش فيها لا اكثر انا احب
تشوفي فلوس بيدك. وقبل الشياب قبل شو يسوون مثلا الحين خمطت حتى اذا عندك كذي، انا عن نفسي مثل ابوكي عادي نص من الدينار من العشرين كذي كلهم 30 مع بعض. قبل الشياب لان يحطونهم كذي فيحط مثلا الخرده بالنص. أي يعني مثلا اول شيء ربع نص يصفطونهم. لا والله ولا صفطهم انا كذي، فهي قاعد يسوي اول شيء الكبار بعدين عادي يطلع الخرده. انا بعمل العشرينات اول شيء بعدين العشرات. انا كذي دينار النص الربع هيك انا كذي ساعات حتى اطلع كذي. والله انه فيني اطمع من الشياب وانا ما عندي علم. لا لا مو هو هو هذا الحقيقه. انا شويه مهمله وعشوائيه وايد يعني جنطتي كل شيء عشوائي قطت كذي. انا احب اصفط وهذا الصح. انتم الصح انا الغلط ترى على فكره يعني. انا كل شيء مصفط عندي الا السياره الوحيده هاي اللي امبارح بس بابا ضبط لي اياها. لا انا كل شيء مصفط مو عادي الا السياره والادراج اللي فيهم الميك اب. هذول لازم يكونوا وايد مرتبين عشان اطلع ميك اب واشوف الاشر. انا ما بطيء اقعد بكركبه او بمكان وسخ او تعرفي اذا بشوف شاره وحده بالارض بقوم كنس الغرفه كلها. ما بقدر طبع بس الله. السياره ما فيني خلص عملتها مخزن كنت. انا بقى بروح اجيب يساف من المدرسه راح اخذ له واحده من هذيلا. اوكي طيب كثير ايه يوم في دواري اروح لولدي اساس يحبني باكي بخاتل اي يقول لي من وين اقول له خالتي حلاوه. خالتي حلاوه اسميك شوفيها حق ولدي شتي ذي العيايز لما يروح حق ولدي. تذكرون قبل لما كنا نسوي شيف سيمين شيف سيسار تصير كذي بعدين يا تنوره كذي تكسيرات صح متعلقه صديق. انا كل ما اقعد مثلا ورقه او كل اقعد وتشف ايش اسوي كذي. الله وناسه اقعد كذي والله ايام طيبين. اي والله سويت حيل. ولو كنا شو نسوي عسى الصاروخ تذكرون كنت صواريخ كنا كذي نتفسه نلونهم نتفسه كذي نحط لهم عيين وما شنو خشب هاي الطائره الورقيه كذي كاهي الورقيه. ولحقت وسويت الطياره اللي نسويها ونطيرها كذي اي اي بسلك بسلك ولا ينقطع السلك. شو كنت اكره لما كان يحف باصبعي هيك هذا كنت لفه على اصبعتي هيك مشان ما يطير بلا ويقطع لي اصبعتي من هون. لا حاش الكل شفتي هذا هذه لازم حاشت بس والله مناسب يصير وطيارة صارت اطول طياره. شوفي الحين بين فتره وفتره تصير فعاليات الطائرات الورقيه اللي على البحر روعه. صباح كاتبين لك صباح تذكرين حلويات العروسه اللي يسوون علب حق العروس. علب حق العروس ايه. وايد حلويات العروس اللي كانت المدوره الغزغزه عرفتيها مدوره كذي ايه اللي بتجي فيها الوان هي الوان واللي فيه عصا يسموها حلاوه العروس. هذه كانت يسوونها حلاوه العروس ايه اللي الحين يسوونها حق كريسمس كذي. انا بقول كان بامريكا ذا. لا قبل كنا نسوي حلاوه العروس هذه حبيبتي والله ايش حالاتهم. ليش يعني امريكا بتكون هي سرقت ايش دراني هي ما لا حبيبتي على ايام إيه صغار احنا كنا تشك 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 الوان الوان. انا حلويات قبل ما اذكر للامانه تبون صدق انا حلويات قبل ما اذكرها. لا اذكر كان في ابو الولد اللي هو الكاكاو. كاكاو ايه ابو الولد هي مو جبنه بنجوم. لا 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 كان كاكاو عريض كذي ايامنا ايامنا مو ايامك. كان بالضبط كذي كنا طابوقه خفيف سلايس وبرا في ولد مسوي كذي هيك عامل. كنت كل مصروف اخمط له. على فكره في حلويات الحين ما زالوا هذا ما في. انا للحين توني اكتشفت في ناس يموتون على كاكاو بنجوم. اي انا هذا انا والكرمل رفقاتي والله السانكس العصير ساين. يلا كنا خلاص وصلنا حق الختام. شوفكم فاضي بس انا بحب حلو ابو عاد قطعت الكلمه قطعت الكلمه بس مسكينه ختام. يلا مع السلامه. يلا باي باي باي.